يقول لي أنا لايف ديجا. هاي سي صح، شري بيتكم الأولاد كان فوا بو. احنا في اللايف لو تونك خالد يركح روحه. مريكل تو هاي سي بون، احنا مريكل لايف تو تو يا خالد. دوسك هاي ايه اقعد مرحبا اقعد تو، الناس تتفرج فين. ساعة شري بيتكم الناس مرحبا الكل بهم عايشك، نستناو الناس تجي بشوية بشوية. شغلوا لايف ان شاء الله. الناس كلها تعشيت بيان، اوني فوندرودي سوار لا في دان ويكاند، ان شاء الله نعملوا سهرية باهية مع بعضنا. ناتون كو لي جون اريف شوية شوية. سلام. سي بون، هذا سفيان. هذا بون، صح شريبتكم الناس الكل. جي فوالا، بون سوار اوسي ا تو الموند. رو بيان فينو في التشكيلة بور ان نوفو لايف. انكور اون فوا ميرسي بور فو فيدباك بارابور للايف اللي تعدى مع خالد فاضل. سي فريمون اون ايميسيون تري اغريابل. اون ا باسي دي مومون باهيين مع خالد، اون ا بري بوكو دو شوز à l'initiative interne, les élections internationaux, ou justement par rapport au thème avec les élections internationaux. Nous avons deux invités, je ne sais pas comment nous sommes, en tout cas, je vais vous parler un peu sur le parcours interne, je vais vous parler un peu. Déjà, pour commencer, je vais vous parler de Khalil, déjà, ça va Khalil? Salam, ça a chri bitkoum. Encore une fois, très content d'être là sur le format Twitch. Inch'Allah, Lyoum, je pense que ça va être un épisode très particulier, mais avec des invités très particuliers. Inch'Allah, merci Khalil. Bradi, ça a chri bitkoum. Ça a chri bitkoum, Hedi, ça a chri bitkoum. Nasser Kulli, Tfarjoufina. Khalil, Khalid, merci beaucoup, Khoya, pour l'invitation. ان شاء الله اخويا نعملوا سويعه ولا سويعه ونص مع بعضنا نحكي فيها على الباركور ونحكي على بوكو دوتر سوجي ان شاء الله. ميرسي اخويا. عايشك يا رب. خلوده، صح شريفتك، نحوالك؟ انا برشا ما شفناكش يا خالد. اخويا صح شريفتكم ماني كنت غايب. هكاو، نحوالك لاباس خالد؟ صح شريفتكم الكل. والله الحمد لله، صح شريبتكم وصح شريبت الموجودين معنا في اللايف، وان شاء الله نعديو سهريه حلوه ونسترجعوا فيها الذكريات الحلوه، كل سواء مع الترجي ولا مع المنتخب التونسي، وان شاء الله اللي قاعدين يتابعوا فينا ياخذوا فكره علينا احنا الزوز، انا وراضي كيفاش كنا قبل، وان شاء الله تعدى سهريه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايشك يا خالد. اوكي، ميرسي ميرسي ا فو دو. Déjà, je profite de l'occasion pour féliciter Radi. Radi Melach, vous êtes au courant, qui travaille pour le club de Cercle Bruges, en Belgique, où j'ai fait une mission, on appelle ça une task force, et le maintien de l'équipe interne, donc ils ont réussi à se maintenir. Une journée belle, je crois, Radi. Donc, félicitations, Radi. C'est une deuxième belle performance pour toi, où on est vraiment fahani, nous fiers de toi en même temps. Merci, merci Hedi, ça fait plaisir. Dima, inchallah, Dima, واحد ديما يحط des objectifs ou يحاول باش يوصل لهم. L'opportunité هذه, c'est une opportunité معناتها خديتها بكل جدية كما يقولوا. وان شاء الله la réussite معناتها ماهيش غادي كان بالنسبة لي أنا individuellement. La réussite تعرف كيما الناس الكل. تعرف اللي نحب معناتها نخلي لومبرانت نتاعي في الاوروب كوم ايتو معناتها بروميي اونترونور، وذي سي ان اوبورتونيتي معناتها باش بوتيتر تعطيني ان تروبلان، بوتيتر تحل لي بيبان اخرين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بون توكا بور كومونسي، راديو خالد، انت تو راديو حكيت على لوبورتونيتي وقلت بروميي اونترونور تونيزيان في الاوروب. انا اش نعمل بكم فلاش باك، on va faire un petit retour en arrière. 30 années, برشا ناس يقول لك راه ديش عادي وخالد بدرة
عندهم هكا في الميموار نتاعهم 2004 والتيتر نتاع 2004 وسكسي والديبار نتاعكم كل واحد واحد في ايطاليا واحد في انجلترا كل شيء. انا جو فير ان بو سكو وليد يسمي روتور على سورس. قبل ما تبداو تولي توصل الرادي اللي هو الرادي تو نشوفوه ولا خالد بديتوا في دوز ايكيب. خالد انت بديت في شباب القيروي الشبيبة جي اس كا قبل ما تبدا توصل لاسبيرونس. جي اس كا لكي تحكي لنا شويه تو بو كومونسي على الديبي بتاعك في الشباب خالد وشنو تدخل لي زونترونور اللي لانساو وامنوا بيك قبل ما توصل لامبول لاسبيرونس وكيفاش باش تعديت باش وصلت فريمون للبارك نتاع لاسبيرونس وليت ان جوور في ليكيب ا نتاع ترجي لو غران كلوب. يظل لي في جي اس كا معناتها كنت في جمعية كبيرة اللي اسمها جي اس كا طلعت معناتها ملاعبية كبار من أمثال معناتها خميس العبيدي ثم مراد العقبي ثم فتحي الشهيبي ثم بارشا ملاعبية معناتها كسوا حتى الجيل اللي طلع من بعد اللي هو فيه الشرميتي فيه زوير ذوادي فيه حمدي القسراوي معناتها جي اس كا ولدها. بون معناتها انا عديت على كل الكاتيجوري معناتها اللي موجوده معناتها في القروان عديت في الملي كول حتى للجونيور وبطلت عامين ومن بعد رجعت عملت عامين اخرين في الاسبوار وطلعت سينيور وقتها كان الرجوع نتاعي معناتها السبب نتاعي اللي هو سي خميس العبيدي بالمناسبه معناتها نوجه له التحيه اللي هو معناتها انترنر كبير مدرب كبير مشى بالجي اس كا معناتها وقتها كانت جيسكا معناتها وصلت كلاسمو دوزيام معناتها وكانت الترجي الاولى والثانيه جيسكا معناتها جيسكا معناتها ديما من قد ما نحكي عليها وشويه خاطر ديما تقعد جمعيه كبيره مش بشتي انا بشت الجميع معناتها طلع في ملاعبيه كبار اليوم معناتها جيسكا معناتها بصراحه معناتها شيء معناتها يسخف معناتها كي تشوف الجمعيه بالكيفيه هذيك والانتدابات العشوائيه اللي موجوده في القروان اليوم معناتها تكون جمعيه كانت عندها سونتر دو فورماسيون معناتها تطلع في ملاعبيه كبار اليوم معناتها تفتقد للملاعبيه هذوما ماهيش موجودين هذا ثم نقطه استفهام كبيره معناتها في القروان عيب انا واحد من الناس معناتها كي نشوف ونسمع معناتها على جيسكا بالكيفيه هذيا معناتها تغيرني روحي ما ثم حتى حد معناتها يقف معناتها للجمعيه ان شاء الله ترجع خالد ان شاء الله ترجع ان شاء الله ترجع بحول الله جيسكا معناتها تعدي عام وترجع تطيح وتقوم كما نقول احنا تطيح وتقوم انا نقول معناتها هذه الطيوح نتاعها باش تعطيها عزيمه اكثر وقوه اكثر باش يرجعوا للناسيونال ا على خاطر جيسكا معناتها ماشي بلاصتها غادي بلاصتها في الناسيونال ا وان شاء الله بقدره ربي تتوفر كل الظروف معناتها حول وتلتف معناتها رجال القروان يلتفوا على حول الجمعية متاعهم وترجع الجيسكا لسالف النشاط متاعها وترجع لل ترجع لل لبلاستها في الناسيونال في الالبيان وانتوكا هذاك حبيت هنا كلاندوي خاطر برشا ناس ما تعرفش مي خالد بدر راهو ود القروان وكبر في القروان وعمل فورماسيون متاعه في القروان وعنده فضل كبير برشا عليه هذاك حبيت هنا كلاندوي ونمشيو من القروان ما نعرفوش برشا نمشيو لقابس مشو الجابس رادي كيف رادي قبل ما توصل لاسبيرانس عملت ديبيو متاعك انت في جابس استايدا ملعب الجابسي انا كيكيب عدلها فضل كبير عليك عملت الكاتيجوري دي جون غادي تعرفت غادي بديت في الليكيب ناسيونال دي جون الكاتيجوري دي جون في جابس صحيح يظهولي باهي ما عرفش اللي باش نبدا مي خالد كحكي على قروان حكى على ان سوجي معناتها تريز امبورطون بوتيت نرجعوا له من بعد معناتها لي زيكيب كيما القروان كيما الملعب الجابسي اللي خرجت برشا ملعبيه من عايد الحمروني وانت طالع فهمت دونك سي ان بروبليم ذا بوتيت يونيفرسال نحكي فيه بوتيت اكثر من بعد اما باش نحكي معناتها بالتدقيق على الباركور نتاعي بعد ما توفى بابا في تونس ونيتي اوبليجي امي روحت بينا لجابس فاميليتها في جابس دونك من غاديك اكتشفت الملعب جابسي سمير بن عثمان كان يتفكر فيا سيتي تاع
سكاوتس بال 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 بالفاصون معناتها تونيزيان قبل تعرف انت ريكروتمون قبل في تونس ما كانش معناتها بازي على دي سكاوتس واحد عندنا دي شاسور دو تيت كما يقولوا شافني يتفرج فيا في ليسي شابي سكولير كيب سكولير جاني برا من الليسي وقال لي تلعب مع الملعب الجابسي وانا وقت ما جيت من تونس نعرف الكلوب افريكان نعرف الاسبيرونس ما نعرفش برشا الحقيقه ليكيب لوكال ملعب الجابسي من بعد كي دخلت عرفت القيمه نتاع الملعب الجابسي وعرفت الملعب الجابسي وتعرفت العباد معناتها وعباد عاونوني برشا وعباد معناتها يحبوا الملعب الجابسي برشا وغيروا على الملعب الجابسي وتعرفت على اجواء نتاع الكوره في الملعب الجابسي ما بين استاد جابزيان وزليزا مستقبل جابس لعب في الليبار هذه بيان سور انا مون بروميير ماتش وصلت قداش من سيزون عملت استناني خلينا نفكر كم 30 سنه كان ما نسيتش انا نفكر لعبت عمري معناتها مازلت ما عملت 16 سنه وعملت سيرتيفيكا وقتها تبيب عمل لي سيرتيفيكا باش بوغ اسوري باش نلعب اول ماتش لعبته نتفكر ماتش ديربي كونتر زليز نتفكر اول ماتش ديربي جيب الكابيتان نتاعنا الناصفي مضروب ولا ما سيتي ان شوا نتاع انترونور اترونجي وقال لي العب حطني في كيما نقولوا نحن في فم مدفع خسرنا نفكر الماتش هذاك خسرنا نزيرو اما ما لا ماتش تعرف ديربي نتاع الملعب الجيبسي وزليزا ديربي كبير ياسر ما نعرفش كيفاش عديت الماتش هذاك مي سيتي اون تري بيل اكسبيريونس ومن غاديك بديت نكاور مع سينيور وشديت الريتم جاء قيس يعقوبي جاء الملعب الجيبسي في عامين بعدها هي والعام بعدها هي لعبت معاه عبد الحق الهادي عبد الحق جاء للملعب هاي محمد هادي عبد الحق لعبت مع الهادي عبد الحق مع تفلاكس غرمني بنميرو 15 كنت فرش فيه وانا صغير يعني في انا ال 15 لبسته في جابس راجل لا ما لبستوش في جابس خاطر كان هو لابسه هكا ما خديتولوش من بعد خديت نميرو 15 دونك شوف الملعب الجابسي عنده فضل كبير ياسر علي انا وعلى الباركور نتاعي الحقيقه معناتها كي خرجت صغير من الملعب الجابسي معناتها مشيت للاسبيرونس عمري 17 سنه قريب 18 وقعدت بيوت كبيره ياسر في تونس اللي بعدتني شويه على جابس نعرف اللي حتى عائلتي معناتها ما لقيتش وخذتني معناتها الكوره بعدتني ياسر هذه حاجه ديما معناتها في ديما في مخي وان شاء الله معناتها اول اوبورتونيتي تجي باش نهبط لجابس وباش نشوف كل سوا الفاميليا وكل سوا صحاب والاحباب غاديكا ان شاء الله ان توكا انا حبيت الفلاش باك هذا صغير خاطر encore une fois c'est un retour à la source وهذا خلانا باش نشوفوا بعض الكارير اللي عملتوها تبارك الله كارير كبيره برشا فريمون صافي فريمون بليزير خليني نقول كلكو ستاتستيك ومن بعد نعطيكم الكلمه شكون خالد بدره ورادي جعايد يخدم برشا ناس بتيتر يفو ريزوم ان بو لكان 2004 فهمت خالد في تعرف عندك قداش من سيليكسيون لعب في ليكيب ناسيونال عملت 96 سيليكسيون 96 ورادي عملت 105 يعني انتم اثنين فو كونتي 200 سيليكسيون في ليكيب ناسيونال 200 سيليكسيون في ليكيب ناسيونال سي كلكو شوز ديكسيبسيونيل اثنين عملتوا 5 كوب دافريك 5 كاب ولينا غلط فريمون انت خالد عملت من 96 حتى 2004 ورادي 2000 حتى 2008 عملت دو كوب دو موند عملت انت خالد بديت عملت 98 عملت 2002 مع بعضكم وبعد رادي عمل 2006 وعملت الجي اولمبيك نتاع 96 في اتلانتا مع بعض انا 5 كوب دافريك 2 كوب دو موند جي اولمبيك تبارك الله 96 سيليكسيون 105 سيليكسيون
هنا نحكيو على على جواريت كارير نتاعكم تحكي عليكم بتوكا و مش عارف كان تحبوا تقولوا كلمه فرافون هذا العبيد اللي نعرف خالد عملت الكوب دو كونفدراسيون 2005 اي عملت كوب دو كونفدراسيون انت راضي خالد لا مش عارف ماكشن. ما عملتش خالد ما مشيتش اي ما مشيتش عملت مضروب انا اي فوالا سي سا وقت انت مضروب بعد شو انا وبوزيز اي وقت مشي وسام العابدي كوب دو كونفدراسيون يقول لك سام العابدي واسمو نتاع سفيقس المرديسي اي 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 على ذاك خسرنا لا ذاك لا فلك اي لا تبارك الله عليك سن كارير كبيره برشا وعلى ذاك انا نحب تو نوصل غير اقول كلمه وي سي فري معناتها انا تعرف وقتاش عملت قعدت وعملت ريفليكسيون على الباركور نتاعي في الكونفينمون دو لاني نتاع الكورونا معناتها نتاع كوفيد اي مارس لاني معناتها فرونشمون معناتها بالحق انا باش نحكي على روحي خالد سي سور كيفي معناتها الحبال على جراره معناتها بالحق معناتها ما تلقاش وقت لروحك وما تلقاش وقت باش تعمل ريفليكسيون وديما جيتي بالحق معناتها كي عملت ريفليكسيون قلت الحمد لله معناتها الحمد لله ربي معناتها جي فما دي زوبجيكتيف معناتها وصلت لهم صحيح معناتها حاط دي زوبجيكتيف كبار وان شاء الله ربي معناتها يعطينا القوه باش نعملوهم اما كي ترجع للباركور وترجع لقى روحي خرجت معناتها من كيما نقولوا نحن من غار من حفره من قاع البير من قاع البير من قاع فوالا من قاع البير واحد لقى روحه في انفيرونمون اخر دونك واحد ديما يلزم يعمل لك الريفليكسيون هذيك باش تعطيه القوه في نهار اخر اي بيان سور وانت كيف زاد خالد انا فما برشا من الناس دي فوا كي نسمعك حتى كي تحكي في الميديا تحكي لك على البينالتي نتاع نيجيريا الدومي فينال وكيفاش صارت وكل شيء مي راهو فما ناس ما تعرفش راهو خالد بدا راهو 5 كوب دافريك راهو 2 كوب دو موند راهو جو اولمبيك راهو لاعب كارير من 95 2009 انا 14 سنه بروفيسيونيل كارير كبيره انا خالد بالمون حاجه نورمالمون سي ان فيرتي يعني انت مو بلوس كابيتان سي كلكو شوز دو تري فور انا شاول حاجه الواحد يقول ديما يحمد ربي على كل شيء والفضل يرجع لربي سبحانه وتعالى اللي راح نوصل للكارير هذايا وفضل الله معناتها ورضيت الوالدين اللي الانسان معناتها يخدم مع روحه عرف كيفاش يعمل عرف كيفاش يحب يوصل يظل لي عندي اهداف حبيت نوصل لهم معناتها الحمد لله معناتها كنت الانضباط قبل كل شيء وراضي يعرف معناتها كيفاش الانضباط معناتها كوستوا احنا في الترجي رانا كنا منضبطين برشا 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 باش يكون في بال الراي العام لا خاطر كنا منضبطين برشا برشا بصراحه معناتها عدينا كارير ساعه والله العظيم صدقني في الاسبيرونس معناتها الصباح نترناو الساعه 8 راضي صحيح ولا ثمانية الكلاس الثانية نلبسوها ونرقدوا باش نحضروا الدوزيام سيونس الدوزيام سيونس نحضروها لنلعب نترنيو العشرة وتروزيام سيونس اللي هي العشية معناتها رانا يعلم بينا كالربي معناتها باش وصلنا للكارير هذايا وباش عملنا الكارير هذايا الفضل يرجع ربي سبحانه ترجل هذه التونسي زادة جمعية كبيرة لقينا فيها كل الإمكانيات معناتها باش وصلنا باش نجحنا احنا حتى كي خرجنا البروفيشناليزم معناتها قدمنا معناتها كل واحد الطاقة متاعه شنو اللي عنده شنو ما عندوش نظل اللي راضي كي مشى لانجلتير معناتها لقى روحه كسوة معناتها من ناحية الطول من ناحية التكنيك من ناحية الديال معناتها ديما تلقاها موجود أنا حتى كي مشيت لتركيا قبل لقيت روحي حاضر فيزيكمون حاضر بالقداء وانجاجمون فيزيك معناتها ما تحكيش كي مشيت زاد لإيطاليا زاد كيف لقيت نفس الشيء نفس الروح نفس الواحد والحمد لله معناتها ذا الكل يرجع معناتها الانضباط والشيء اللي خدمناه معناتها في الترجي الرياضي التونسي معناتها ديما كلمه حق وتقال معناتها في جمعيه كبيره كما الترجي الرياضي التونسي تقول لك معناتها باش توصل باش تعمل اللي تحب عليه انت وهذا الانسان معناتها
موش من باب الصدفة كما قلت من لور راو الانضباط ثم الانضباط وذا لبروفولي ما تك تشوف توا راضي ما تقاعد يكمل المسيرة متاعه بنفس الاسبري اللي قاعد يخدم به قبل توا قاعد موجود قاعد معناتها مشى لامريكا معناتها خدم في لونجليتير كونترونور ومشى لامريكا واليوم زاد كيف كيف موجود في بلجيكا مش من باب الصدفه بعمل صحيح. كبير قاعد يخدم فيه وتعدى على برشا اونترونورات معناتها خذا الاكسبيريونس بالقدا بالقدا وزاد هو قرا باش يوصل للمستوى اللي حاجته به هو وبالمناسبه هذا زاد كيف كيف نتمنى له التوفيق خاطر هذا يستاهل كل خير انسان معناتها متربي مش خاطر قدامي نحكي معاه خاطر نحن نحبوا بعضنا من قبل عدينا كارير معناتها مزيان برشا في الترجي التونسي معناتها ثم الاوتوماتيزم بين بعضنا كانت حاجه على الاسبيرونس خالد حاجه حلوه على باب الاسبيرونس هاو خليل عنده كيسيون على الاسبيرونس قبل قبل كيسيون فام لو ترانزيسيون زيد صغيره انت عطيت لي شيفر نتاع ليكيب ناسيونال هادي انا باش نعطي شويه زيد ستاتستيك على ليسبيرونس خاطر يظهر لي كم ارقام دوخ شويه ان شاء الله لعبت كل شيء درويحه خالد بدر مسيرتين في الترجي من 95 لعام 2000 ومن بعد من 2002 و 2009 فيهم دو بري في اهلي جده وراضي جعادي 12 ans de carrière في ليسبيرونس 92 2004 باش نسمي لكم زيدا شوية لي تيتر شامبيونات تونيزي دونك 98 99 2000 2002 2004 2006 2009 ذي الخالد بدر و 98 99 2000 2001 2002 2003 راضي الجعايد دي فيكتوار زيدا كونتيننتال الكوب دو لا كاف فانكور دو كوب عام 98 خالد الكوب افرو ازياتيك 95 هذا تيتر كي نيكزيست بلو مي qui reste quand même assez précis. C'est dommage, il n'y a pas. N'y a pas. Ouais. Ou Coupe Arabe, c'est le palmarès de Khaled, ou Coupe de Tunisie, donc 97, 99, Khaled, ou 2007, 97, 99, le Radi. Donc, quand on voit les chiffres, on comprend d'un point de vue معناها, continental ou national, ça m'a quand même un apport très grand pour l'espérance. حابين نبداو البارتي هذه على الاسبيرونس ونبداو نحكيو على لي زوريجين نتاع الديو خالد بدر هذا الشعاجي اول ما بديت وما بديتوش فرد وقت دونك ثم جدا ديكالاج لا بروميير بير كانت خالد بدر وتوفيق الهيشري على ليبوك كان مانيش غلط ومن بعد صار ترانزيسيون مع البير دونك خالد بدر راضي الشعاجي كان تحكي لنا يمكن على لي بروميير ماتش وترانزيسيون ما بين البير القديمه والبير الجديده شويه لي بروميير ماتش لي بروميير سنساسيون ما بعثكم الكومبليمونتاريتي في اول ماتش كيفاش كانت سورتو خالد خاطر خالد انت بديت مع توفيق ومن بعد خربت عليك راجل دونك كيفاش خذيت الكومبينيشن انا اول حاجه ساعه بوم عاد تعديت مع توفيق ملاعب كبير قدم الترجي الرياضي التونسي عطاء بون معناتها جاء العمر نتاع توفيق معناتها ثم دي بلوسور معناتها صارت له واحد جات فترة راضي جعيدي بون معناتها الحمد لله معناتها في أسرع وقت معناتها تأقلمنا مع بعضنا حتى في ليسيونس دونترينمون معناتها ديما نترينيو مع بعضنا أنا وياه الوقفة نتاعنا سيوتيرا معناتها كنا مع بعضنا بالكدا بون معناتها البريمير ماتش معناتها ما خذيناش انيسياتيف معناتها الواحد حبينا نشوفوا الاوتوماتيزم بينات بعضنا الحمد لله معناتها تأقلمنا فيسع انا وراضي ما لقيناش يقلق كل واحد والبوست بتاعه راضي طلع بالراس انا الكوفرتور انا طلعت بالراس راضي كوفرتور طلع طارق راضي تيح على اليمين انا نجي نديكالي ورا راضي كيف كيف زاد على الشير اليسار حكي من وراي يطلع خالد بدر يمشي كوفري وراضي جعادي وليكم ليبيرو وهو من تيلي هذا الشيء معناتها يدل على ثم خدمة قاعدين نخدموا فيها وما ننساوش زاد كيف كيف اللي هو السيد يوسف الزواوي بالمناسبة ما تقدموا له تحية وراضي يعرف هذا اللي هو التكتيك مو من أقوى المدربين اللي عندنا في تونس زاد حسن من الوقفة متاعنا في الملعب نعرفوا كيفاش نتحركوا نعرفوا وقتاش ننتسيبيو على الكورة نعرفوا وقتاش نعملوا كوبرتور نعرفوا وقتاش نطلعوا كي مش تعمل مونتي أشكون مش يشد البلاسك كان طلع راضي مش ثم كي طلع يعمل مونتي راضي ثم الشيحي يعمل كوفرتير في الـ في الـ في الـ يرجع في اللاكس حسن الكيلجيبسي ديكالي يولي في الوسط
وراضي يمشي كامل الهجمه نتاعو ويرجع في عقله ويشد البوست نتاعو كل شو راضي ولا خالد ولا نفس سمعت هو دي خالد جاعبين قداش راضي تو من سنين جاعبين الثاني من 15 سنين نو 96 98 99 كنت يا متى كنت يا متى حلوه وصلنا بالمناسبه هذه مع تسال ربي فرج عليه رئيسنا السابق سيسي مشيبوب ما انت وصل جاي يحكي مع راضي قالوا انت متعارك انت وبدره عليه قالوا راضي شنو مثل ما معناتها في التيران ما نتكلموش انا وراضي راضي عارف خدمتي وانا عارف خدمتي نعرفوا كان عنقوا بعضنا كان في البونتو كاو كان ماركينا بونتو عنقوا بعضنا كاو السلام السلام نرجع شد البوست نتاعنا ما تسليم قالوا انتم متعاركين مش وكيفاش وكيفاش هذي قالوا والله لانا متعاركين انا وبدر اخويا يعني عجبكش ما تنوريك ما تنشي ما تكون كانت حاجه حلوه برشا في حياتنا معناتها الكوره معناتها خلتنا لتو الحمد لله معناتها نحبوا بعضنا نسهر على بعضنا كي ما يتكلمش نبدا نسب فيه في التليفون كذا بيك عليه كذا واحد يبدا يضحك هو معناتها الحمد لله معناتها الكوره راهي خلتنا لتو بصراحه رانا اكثر من الاخوات عشنا فترات الحمد لله عشنا فترات اقسم بالله اقسم بالله عشنا فترات رانا اللي نقعدوا فيه مع بعضنا اكثر من نعيشوا فيه في ديارنا بيان سور هاي والله وصلنا زاد منهم فتره اخرى زاد ثم حاجه حلوه هي نلعبوا ديربي قمنا الصباح الفجر مشينا نصليوا في الفجر انا ورادي وجوهر كالعاده قمنا مشينا نصليوا في الفجر ثم واحد لقيناه في النيه حاجه شهر يا ربي شربوا سلم علينا وقال يا مربوح على الاولاد واحد مشينا ربحنا متغدر الحي ربحنا الكليب 2-1 من بعد نهار الاثنين عيط لنا سليم قال لي كيفاش انتم مروحين مصبحين سي بدر مصبحين ودي منين قال لكم مصبحين واحد عرضنا راهو يحكي راهو جاني قال لي راهو انتم مروحين مسهريه قالوا كنا في الجامعه ونحن سلمنا ليه استر ربي ونحن كنا في الجامعه نصليو صلينا الفجر مروحين عاد نوريك ما هذه الحاجه الحلوه مي في ال حكينا شويه صراحه عدينا كارير حلوه برشا الحمد لله الحمد لله قلت لك خلينا يحكينا شويه كيفاش هو خلقت عليك وكيفاش كان لا خنفك له كل شيء خنفك له كل شيء لا 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 راضي انت كنت تتفرج في خالد شويه في هو سبقك شويه بعام ولا عامين دوكو كيفاش خلقت وكيفاش عملت الانتجراسيون تاعك واسكو فما حاجات سهلهم عليك وقت خالد وانت تعلمتهم ديراكتومون حكينا شويه على البريود هذيك اول ما بديت في الاسبيرانس بون بتتر بسرجعكم شويه معناتها لي ترانزيسيون تاعي بين ملعب الجيبسي والاسبيرانس وقت كي قابلت سليم شيبوب كما قال خالد يعني ربي يخلص وحده سليم شيبوب الديسكور نتاعو سي ان ديسكور معناتها تري تري كونفينكون معناتها بارابور الفيلوزوفي اللي موجوده في الاسبيرانس الوقت هذاك معناتها فما حتى شكون شفت معناتها سالني اسكو عيط خلطت على هذه عيط حمروني في الملعب جيبسي لا ما خلطتش انا العام اللي خرج فيه عيط حمروني للاسبيرانس سفيان مثلا سفيان اي انا مشيت للجيبس وقت كي خرج عيط حمروني انا مشيت للجيبس معناتها كي دخلت الجيبس العباد مازال تحكي على عيط حمروني والجوهره السوداء اللي مشى للاسبيرانس دونك ديجا سيتيت ان ريفيرونس بالنسبه لي انا بون هاي الديسكور اللي حكاه لي سليم شيبوب او كي اول مره قابلته في جابس كي مشيت للاسبيرانس معناتها ديجا سيتي ان ديسكور كونفينكون حكى لي على الديسيبلين حكى لي على الاورغانيزاسيون حكى على على البلانيفيكاسيون معناتها والاسبيرانس في الوقت هذاك شنو هما لي بروغراماسيون تاعهم جيت للاسبيرانس ناقا شامبيون دافريك 94 جيت نلقى شامبيون دافريك ونلقى اسامي ونلقى اسامي تفجع معناتها كي نقول لك تفجع معناتها باش ما ننساش ديجا في اللاكس تلقى المحجوبي بالناجي بوسنينة توفيق الهيسري من تالي وراهم شكري الواعر معناتها انا جاي عمري 17-18 سنة نفكر في الانترنمون نحسر عبد قادر بحسن ونحسر مع تعبيد فهمت ولا تشوف فيا معناتها جيت نلقى امبيونس كبير ياسر سما دوني ديزيل كما يقولوا سما دوني معناتها
l'envie باش نكون جو في بارتي معناتها من ليكيب جو في بارتي من ليكيب تيب معناتها اللي تلعب شاك سامدي سيتي ديفيسيل بالنسبه لي ان جون جاي عندي بوتونسييل اما ناقص فورماسيون عندي بوتونسييل نضرب كره بالراس نتكلم مليح نديفاندي اما ناقص برشا حاجات نتاع الديفلوبمون هذاك اللي خلاني هادي وخليل خلاني ناخذ وقتي باش نكمل هذيك البتيت فورماسيون لو طون اللي جا فيه خالد بدره اون 95 خالد جيت في لافرو ازاتيك نتفكر اول ماتش اي 95 95 خالد نتفكر اول ماتش هذاك الماتش هذاك انا لعبت في اللي في لافرو ازاتيك في لاكس على خاطر لعبت في اللاكس مع كان صدقني ربي علي بنجي ولا محجوبي وفي الرتور مع لاغيفي نتاع خالد لعب في اللاكس وانا لعبت ميلوتيرا ونتفكر لونترنور برازيليان فكرني اسمه اميلتون وقت كان مغربي على غالب مغربي ولعبني ميلوتيرا ديفونسيف لعبك سي ساي دونك في الليل لعبني ميلوتيرا ديفونسيف وفي الرتور دونك فوالا سيتي با فاسيل سيتي با فاسيل بدرا تكنيكمون اللي تي ميور بدرا عندك الهده كي شد الكره معناتها كي انتيسيب الكره نقولوا نحن بالانجليزي بريكي لاينز معناتها يتعدى لي ليني يباس لي ليني ويعمل سورنومبر يعمل سورنومبر معناتها في الميلو تيران دونك انا كي نبدا نلعب مع خالد نبدا نتفرج الشيخ علي فهمت سورتو معناتها بعد هي مع كيما قال هو معناتها باش نتعدى بيريود بعد نرجعوها كان تحب اما سورتو معناتها مع جايين يوسف الزواوي اون كري دي اوتوماتيزم ولا فما كلينك واللين ما بين الديفونس والميلو تيران والميلو تيران اوفنسيف ولي زاتاكون شيحي كانزاري لي زاتاكون كانوا يتبدلوا وقتها لي زاتاكون هاي كانوا برشا تعدوا معاكم اخرتهم على الزيتوني على الزيتوني اخرتهم على الزيتوني بدينا بدراوي وسامي العروسي نتفكر وكوبراجي اونترنور فهمت كوبراجي اونترنور يبدل معناتها اللي جوغ اما فما كور معناتها باز معروفه طارق ثابت على اليمين حكيم وليد عزيز ثلاثهم بعد على اليسار ومن بعد وليد عزيز جاء في الـ في الـ في اخر التسعينات دونك فما ترانزيسيون سيتها انت خالد بعد توفيق الهيشري يوسف زواي ما لعبنيش انا راني في اللاكس معك لعب حكيم نويره لعب صاحبي وقت لعب حكيم نويره بحذايا اكسيال جوش انا لعب وحكيم وقتها يلعب برشا يجبد برشا على اليسار ما نجمش شدش لاكس بالقدام ما ملاهوش لاكس ميزا باغ حكيم نويره من نادي كبير راهو الجوش قوي برشا راهو اكزاكتومون ميزا باغ حكيم معناتها يرجع للبوزيسيون تاعو لا مي هو توا انا نونتونور نشوف معناتها شنو حاب يعمل ليكيليبر خالد بساقو اليمين وحكيم بساقو اليسار دونك ان ايكيليبر من لي دو كوتي في السورتي دو لا بال فما ان ايكيليبر انا في الوقت هذاك متنرفز علاش على خاطر مقطع روحي كيما نقول معناتها هاي في لونترينمون وتخدم معناتها الغاف نتاعي سي تيتولير مع ليسبيرونس ونعرف اللي كلي نتاع الريوسيت في كارييري هي لازمني نلعب مع ليسبيرونس وفما صاروا بوكو 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 ديستواغ نعرفش شكر الواعي نجم نحكي لكم معناتها فما نهار مشينا للبرغيزيانا ولعب حكيم على اليسار نبكي في لونترينمون انا وحكيم شو اسمه شكري جاني قال لي شنو الحكايه معناتها كتحب تمشي معناتها اون بري باش تعمل طون جو وتلعب فهمت ولا باش تبلاص قلت له لا مانيش خارج من ليسبيرونس باش فيك بلاصتي في ليسبيرونس فهمت وجابك لوبورتونيتي باش تخرج بري راضي وقتها نخرج فين بري المرسى تحكيو على المرسى شخوا جاو خرجوا اسامي وجاو ما صارش كونتاكت ديريكت معايا مي بوتيتر فما فولونتي من يوسف الزواوي باش انا نخرج نمشي نعمل بخي ويجيبوا سبونسور اخر ما نعرفش فهمت اما لو بلوز امبورتون انا في البريود هذيك سيتي با اون بريود فاسيل و سيتي مون ريف معناتها نلعب على باس مع خالد مع حكيم مع اللي هو اما المومون كلي خالد هو في
في المغرب. في المغرب كونتر الوداد. الوداد. كونتر الوداد. دونك لعبنا في تونس ربحين ربحنا 2-1. ميك تعرف ربحنا 4-1 يا رب. 4-4. باهي استنى نفكر انا خالد وقتها مازلت ما قعدتش في البنك نقبل لوبونتو. ما هذاك في المغرب. في الرتور. على انت وين كنت؟ استنى 2-0. انا في البنك. انا في البنك. انا في البنك. حكيم الوينه وخالد بدره في اللاكس. حكيم الوينه وخالد بدره في اللاكس. من بعد كي رجعك انت وقتها هفت ركحة النمنمة. خفصت لك صار في البنك. هاو عاد شكون قال لكم 4-1 ورتور 2-0 لي كونفيرم اكزاكتومون. دونك نحن مازلنا ما قعدناش على البنك. انا فكر في البنك وقت قال لك ما قعدناش وليد برشا مطر النهار 4-1 مازلنا ما قعدناش ونقبلوا بونتو. يقوم لي سليم شيبوب يقول لي بنمشي نعمل شوف مو حاسينه من الدقيقه الاولى النيه حتى للاخر الميتون وانا فهمت وخافينا نقبل بوتو ثالث فهمت خاطر كان نقبل بوتو ثالث ولي بليده الحكايه. دونك دخلني يوسف زواوي في الدوزيام ميتون او الكره بالراس فهمت ولا ديجاجيها 40 متر ربحنا خرجنا سلامات من الماتش هذاك. بعده هو الفينال في تونس وقتها بدات الديبي نتاعي يظهر لي اوفيسيال خالد وقتها دونك وماركيت بونتو وقتها في كونتر الاكيب نتاع الكونغو فينال وعايد حمولي كفران انغولا نتاع جوج انغولا اللي نزينهم جوج فينالات انغولا بيدرو اتليتيكو بريمو داغوستو فوالا مي 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 خفصت ترانزيشن بيه هذه اللي خاطر حابين نرجعوا مي خفصت اون كونكلو سور سو بوان راجل اليوم تاعي مع خالد هو راهو في ليكيب ناسيونال كنا مع بعضنا نرجع لاسبيرونس ميزابار هو كور ولا ما كورش مع بعضنا نصنوا في سيتي اولمبيك مع بعضنا ناخذوا البوس مع بعضنا مترو كنخمموا باش نبدلوا ناخذوا المترو مع بعضنا ناخذوا تاكسي مع بعضنا كيما نحبوش ناخذوا مترو معنا نادر الفقيه كي تبدا مفاوله واخده ناخذوا تاكسي خالد عليها فماش يقولوا قبل ما فماش برشا فلوس كيما تو هي ما فماش برشا فلوس مي هذيك على حسب العقد نتاعك اللي عملته هكا هو قبل ديال البروفيسيوناليزم بعد ما حتى الواحد تو مش بيسال ما ندخلوش في الواحد ما ندخلش في انا خمس سالك الاسبيرونس ما كناش نخلصوا برشا تحقيق اما شكون ناخذوا بخيم دو ماتش نربحوا برشا ماتشات وناخذوا بخيم دو ماتش فهمت تخبي فلوسك سافا ما تخبيش فلوسك سافا با exactement ça dit que la clé c'est d'encourager les joueurs معناتها de gagner les matchs لازمك تربح ماتشواتك باش تاخذ البريم تاعك نحنا وقت نربحوا 4 ماتشوات في الشهر يجيك 4 بريمات لا بي فهمتني بون c'était pas suffisant c'était pas معناتها meilleur que les autres نتفكر وقت نمشيو لكيف نسنال خالد تذكر جوريت وقتلي قال جنر وفي جنر سليم قال ما عش تربح اخوي يزين اخوي انا كل كاتماتش نخلصو بالاربع ماتشوات نربحو على بعضه نربحو على بعضه وخزر لنا قال اخوي جنر ماتش ضد بني خليت قال اسمع نحبكم تخسروا ماش ساعدني سيدي اللعبة باردة رغدين ما نتحرك ولا شيء واحد تعمل لك وتسرفقنا ابني خليت مركت لنا بونت خل بيستير جهل وعيت وش لو هو ذي لعب يدي ثبت روح خذ داود حبت لك ولا مدر عمش اتخلنا فينا أربع اتخلنا كبسنا واحنا فينا أربع خرج هذا عمل لك ربحته مصبح عليكم ولا يصبح عليكم خلص كليب هاي انشيني خلص حبيت نعمل ترانزيشن قبليك حكينا على ماتشويت ان افريك ماتش الوديد كارير كبيره في الاسبيرانس يمكن لو سول تيتر اللي ما تهزش وقتها سيتي الكوب دافريك ليغ دي شامبيون اكтуаل فينال 99 كونتر راجي في المانزا فينال 2001 هيرتس اوف اوك اسكو تنجمو تحكي لنا يمكن اسكو هذا البوان يمكن شويه البوان نوار في الكارير تاع الاسبيرانس عاد تيتر هذا هو في الكارير نتاعي معناتها اللي هو ما هزيتوش الوحيد اللي ما هزيتوش خاطر وصلنا للفينال معناتها لعبنا في الرباط في 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 كازا معناتها ما لعبناش في تيران معناتها الكبير نتاعهم وقتها عنده يحضروا فيه الاشغال
لعبنا في تيران اخر بون معناتها جاتنا الفرصه معناتها باش نربحوا سبعه ثمانيه اقوي وكولوزي اينو معناتها في تضييع الفرص. علي الزيتوني قاعد على البنك، علي الزيتوني قاعد على البنك يضحك عليهم قال كيفاش هذه الفرصه ضيعها هبطنا علي علي اول فرصه تجي قدام الكاس راس راس صح علي مش بيك علي قال والله لاني عارف اش فما غير ذكرت عربي اقسم بالله اقسم بالله معناتها نحن الناس تم الناس من جمهور ترجي محضرين تسكر للريو دي جانيرو ناس محضره للبرازيل وماشي للبرازيل وسي جينا أيه. في المنزل في المنزل تبدل كل شيء ما فهمنا حتى شيء بصراحه هاي بون معناتها هذيك تقعد لي في 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 كاريري معناتها حاجه نقطة كحلة كما نقولوا بون معناتها ما وفقناش ربي ما نش ما بخلناش معناتها باش نربحوا نحن ما عندناش النوسيون هذيك على خاطر حابين نربحوا كنا نربحوا بسكور كبير في المغرب بالذات جات في تونس زاد كيف كيف معناتها ضيعنا جاتنا بيلانتي بون معناتها ما حسبناش الحظ الحمد لله معناتها جاو زيرو زيرو في الالي زيرو زيرو في الرتور وفي بينالتي وقتها سي نورمال تقعد انت في فوتبول في تونس تقعد عامين ما تقبل حتى بونتو انا وراضي جايدي في اللاكس وواحد قعدنا بريسك عامين راضي صحيح ولا غلط ولا شيء زيد ثبت لي عارف قديش عملتوا وقت راضي عملتوا شكرا لين ساعه ساعه يتنرفز شكري شكري يتنرفز يا خويا سايبو خلي يجيني لاتاكون انا خليني خلينا نمسكوا معاكم والله اسمع اسمع خالد فما ماتش نحبك تحكي لي عليه شوي ماتش هاسيكا بيجون في الكوت ديفوار اثبت عليه اسمع راهم الماتش هذاك نحب تفسر لي شنو صار شكون لازم نبدا نحكي لك من قبل الماتش معناتها قبل الماتش بارك تسع ميسالش بارك احنا سيدي مشينا وصلنا الكول ديفوار ماشيين باش نترينيو وثما اون تيرام تاع لاسيك باش نترينيو فيه دخلنا نلقاو وليدات صغار هكا يترينيو حفايه واحنا دخلنا ترينيو بس يوسف يوسف الله يذكره بالخير ومن لك قال شوفوا السونتر دي فورماسيون نتاعهم شوفك الفروخ كيفاش يكوروا كيفاش كذا نزلوا الرئيس جاهز يمشي بهم قالوا لك خذ الحي مش يلعب لك انت ولا ومشينا مش نلعبوا لهم والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله ما عندك حاجه تحلف في منهم باكي يقف بحذا كي يقف بحذا راضي في حزامه يوسف الحزام راضي باكي اي اي باكي كوني راضي باكي كوني يا راضي لعب في ريف ريف قد دك صغير يا ودي تحشم باش تاكلي والله العظيم اقسم بالله وقتها وعندهم جونيور وعندهم جونيور وعندهم الجارديا اللي هز كوب دافريك درنيير مو نتاعهم هذاك اسمه حبيب كولوتوري زاد نتاع الناسيونال اي حبيب تفكر تتفكر النهار لافي وقت مشينا نحن على باز راهو مشينا نترناو في السونتر نتاعهم هما خاطر ما لقيناش تيران بون دونك سليم شيبو وقت عنده كونيكسيون مع البريزيدون نتاعهم دونك قالوا ايش تناو معانا دونك عندنا تيران زايد دونك نحن دخلنا نلقاهم يترناو ديجا صحيح خليل نقاوم عملنا ساعة وربع نتاعنا ونتخدموا وكملنا هما مازالوا يترناو غاديك ومن غاديك علمنا اللي هما ذوكم هما باش يلعبوا كونتر احنا غدوة هيك تحس كيف بالضحك عرفت على سناب خذ فيزيكمون غدوة واش تعطيهم تريح وسمعنا ليكيب معناتها كيف نتاعهم الكبار عندهم مشاكل بريزيدون طردهم الكل وخذ ديسيزيون ترا شنو باش يلعبوا لي جونيور نتاعهم دونك اكلي من غادي تحس بها حسين وماهر وجماعه ضحك على زناب بيتي برا جو غدوه فهمت حسين شو نفكر في الماتش بربع ساعه الاولانيه ما مسيناش الكره ما مسيناش الكره انا خالد من تالي ما وصلتناش الكره الكره عملت دوروا فيها التالي هما نخزر الماهر يا ماهر يقول لي فيك يجري يا ماهر فك الكوره قال لي استنى وجايك استنى وجايك حسيلو بخمية ميتون خاسرين 2-0 يذور لي من بعد هي لا واحد بليش من بعد عاد النوم ومشينا للبرولونغاسيون ربحونا 3-2 3-1 يذور لي فيه اي 3-1 بارك الله منهم دياكي امود دياكي جبناه الاسبيرونس ومن بعد مشينا في الامارات
مليح لي عندي الفورماسيون كنت حابه نتاع الماتش هذاك كلاسيك ليموزا عندك ديدي زوكورا اي زوكورا نتاع لاسيك اي سي با فورماتور جونغي شسمو اكزاكتومون عمل كونسيبت طياره ياسر سيكسيوني لي جون من البلاد كل معناتها الكوت ديفوار اول وقتها اول parmi les premiers pays de l'Afrique là il y a le choix تاع la formation des jeunes وقت exactement دوما les jeunes دوما ما تلعب كونتر البرازيل حفيانين ويربطوا بخمسة بالستة معناتها سيتي معناتها ان كونسيبت واستراتيجي طيارة ياسر معناتها تو يستعملوا فيها براتيكمون لي غرونز ايكيب الكل معناتها في اوروب بصفة عامة بون راهي خالد يظهر لي قبل ما نعمل ترانزيسيون معاش خليل كان شنو هو احسن ماتش لعبتوه مع بعضكم مع الاسبيرونس واخر ماتش انت بارونتيز مع الاسبيرونس ايوه عندي كيستيون اخرى زيد هيدي انا هو اكثر اتاكون تعبكم في الاسبيرونس تعبتوا ضده تعبتوا ضده فما شفت لا واحد برك سالوا مع بعضكم والله مش اقول لك حاجه طايح الكل على بعضها جودوينا تراما خويا ذاك بونتو ساغيب وذا سالتهم الله فسنوا الوقت لا حتمشي معها الكورة واحد هو ملعبي بصراحة الواش كلب ربي حرام لا ملعبي يعرف عنده تكنيك في ساقيه انورم راهو ملعبي برشا ملعبي راهو بار البوت هو ملعبي هو ملعبي الكورة راي الكورة إذا تحب راي تمشي هي نورمال مشيت معاه وبونتو معناتها يتسمى بونتو عالمي بصراحة معناتها كنا هي راهي الفوت الاولانيه هي نورمالمون انا الاولاني انا خاطر مانيش نلعب سبات فيس انا كنت نلعب فيس راني قصيت نزيع من الاول راهي الكره بالراس راني قصيت نعم باش تلعب وقت لعبت بسبات تراب ماهوش بما فيهوش الفيس والوقت هذاك سبت شتاء في زويتن انا باش نعمل في ديتونت جيت باش نعمل في ديتونت زلقت ساقي تعديت فوقي الكوره عديت مشيت غادي وصار الفستيفال مو غادي مو غادي بدا يصير الفستيفال وزاد حلا هنا راضي بك التيحه محلا الله يهديك رب هكا هو كونتر بي وقتها راضي انت تعديت انت بوسيبيت شويه جات وراك نحكي لك معناتها نحن بينا البوتو معناتها بعد الماتش نعودوا فيه ونضحكوا على رواحنا معناتها انا بابا سعود على المسار نتاعنا بابا سعود بالمناسبه هذه نذكروه بالخير الله يرحم والديه هو كان معنا في ليكيب ناسيونال زي معنا بريسبيرونس قوم تقعدوا الحي عاد ما يجي يتمقعد علينا عمل لك قال في الجريدة أو في الجريدة قالك في زويد انت طايحوها مع الزطلة عنا بابا سعود عالمي يذكره بالخير والله نحبه برشا أقوى ماتش لعبتوه مبعثكم مع الاسبيرانس أقوى ماتش مبعثكم عديتوا طرح اللي فريمون سيتي والله في انغولا هما في انغولا ثم زوج ماتشات ثم الفيناليت الزوز اللي تلعبوا في تونس واحد في تونس واحد في انغولا روتور اي نهار تمطر هذه تفكرتوا وقت اللي نحن مازلنا كي بدينا هما ترشقوا لنا بونتو ورجعنا عليهم بثلاثة بواحد الفينالي بريمو 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 داغوستو الطرح هذاك اقسم بالله رانا خاصين انا زيرو والجمهور احنا كي نغزو الجمهور نتاعنا نفهموا القصه راهو في الاسبيرونس تفهم القصه الناس المطر تجبد والناس منحي المراول نتاعها وتدلوع فيها وتعيط ترجي بنا روح حب تلعب رحمه بوك اقسم بالله العظيم الواحد يجبد مرواري نتاعه وراضي جعادي انا وراضي نلعب واتاكونيت باهيش انا ناخذ كوره نعطي باس ونمشي نطلب ونعاود ندريب ونشوت ونرجع وراضي تلعب بالراس اقسم بالله نعدينا طرح هذاك عندك هو وعندك طرح الروتور اللي هو في انغولا وقت اللي ماشي اللعبه انا زيرو ماشيين مش نهزوا تيتر عطاهم بينالتي من الحيط عدينا طرح كبير راهو هذاك غادي اي بعد عمل ليغريزاسيون تاع سوفيل مليتي مارك التعادل ومتاع شكري نحى البينالتي اما تعدى طرح هو زاد وتعدى طرح راضي وقت اللي هبطنا في المطار نحن واقفين بحث الطيارة
باش نجبدوا سيكان. قال لك لي حتى تجي الكهرباء وحدها، هاو سيكان لهنا غنجيبوه. هاي عطاونا، قعدنا ثلاثة سوايع ومن بعد خرجنا. وين يهزونا؟ يهزونا لوتيل. لوتيل فين نسكنوا؟ نسكنوا في 30 ايتاج. يقصوا علينا لاسانسور. نعاودوا نطلعوا. شو عملنا؟ يوسف الزواوي عمل لنا اونترينمون ديكراساج الفوس طاح الفوق. اقرب من السوسور. اقرب من السوسور، هذا ما خير تطلع تقين ولا تغب التلفين طاق. هذه حاسين وشرحت لك. ومشينا افطرنا، بالمناسبه زاد نشكروا معناتها سفاره فلسطين اللي مشينا افطرنا فيها. صحيح ولا يا راضي؟ بالك شي غلط. صحيح صحيح. عملنا سفارة فلسطين، فاترونا غادي وفرحوا بينا بصراحه، معناتها عملوا معنا كل شيء باهي وغادي. ومشينا زاد الاستاد، دوب ما دخلنا في الاستاد يسيبونا فك الطيارات من فوق بطياره بالطيارات. واحد هبط لك بالباراشوت، هبطوا لنا سبعه الكل هبطوا برا. واحد هبط في الجردان، الاخر في حومه اخرى. وتجي تدخل التيران، انت جاي داخل، هو يغزل لك يعمل لك هكا. قلت له شنو هي؟ كل واحد تمشي للبلاد يعمل لك هكا. ادغال فريق ما حد شيء، وانت تهبط للتيران وقلبه تاكل هول. لا الرحمه لا غادي. وكعطاهم البلانتي الفاز هذيك منهم فيهم. وقت جاني محسن زرقا جاي شد فيا، انا نكلم في الاربيتراج نكلم فيه ودي فما منين جبت هذيا. وهي ضربت في ظهر راضي من تيل. هو جاي يعم في سونتراج راضي، معناتها مهبط يديه ويديه التالي، معناتها ضربت في ظهره. اي هو سفرها بلانتي. انا ماشي على افي بصراحه، خاطر الواحد يشوف الظلم. انا ماشي على افي، مش نمشي نضرب افي، معناتها مش نمشي نضربه. وسيسليم وقتها سليم شيبوب يعيط لمحسن زرقا، قال له شد بدره، شد بدره راهو مش يضرب ولا شو يعمل. جاني محسن زرقا يشد فيا من تاني هكا. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله ما عرفتش كيفناش بالواحد وقت اللي كان يعاود لي محسن زرقا يشدني ما يحركنيش. هاي دركنيش عملت له هكا اللوح محسن زرقا. جا سليم شيبوب قدامي وقف قال لي ضربني انا ما يسالش. شكون نضرب؟ مش نضرب العنبوك اللي صلي على النبي، صلي على النبي. حسيلو تروح هذاك كان كبير برشا. عملنا حكينا شوي على سبيرونس. الوقت يزرب يا خالد، سينو اش نعديو الليل هنا؟ قال انا ما يقلقنيش. نورمال، حتى انا ما يقلقنيش، مصبحين زي المشكل غدا اللي كان. بون نتعديو خليل بعد سبيرونس. تعديو السيليكسيون هيجي حابين نعملوا. نو نو جوست قبل بعد سبيرونس فما كيستيون على حكايه. سامحني لا لا je commence peut-être la carrière barre en Tunis. Donc que ce soit Khaled ou Radi, vous avez eu deux trajectoires différentes. Nous pouvons commencer par Radi, Gibbs, Tunis, Bolton, et Birmingham ou Southampton. Habina nafou. Surtout à la période où tu as l'espérance, le Bolton, comment ça se passe, la transition d'une certaine façon. La belle merde, Bolton, c'est une bourgade au nord de l'Angleterre. Il y a le temps maximum dans l'âme. Environnement jadid. Qui fait Gibbs? Voilà. Donc, comment ça se passe. Je suis allé à le Bolton, radi auréolé dans la Coupe d'Afrique, mais bon. Dans un environnement quand même inconnu ou ضايع شويه peut-être. Bon, خلينا نصحح لك حاجه خليل، ما فماش شمس زمله هكا، مش مره في ما فماش شمس زمله. و ديجا معناتها حاجه من الحاجات كي ما شوكي فهمت في انجلترا. باه بكري خالد جبد، معناتها نقطة حلوة ياسر وتريز انتريسون بالنسبة لي، على خاطر الشواء بالنسبة لي أنا كجون باش نمشي للسبيرونس، سيتي معناتها ديما تقعد ترجع لي سيتي ان بون شواء. صحيح في البريود وقت أنا في جيبس ومشي للسبيرونس جاوني بوكو دوتر إيكيب كبار في تونس، أما خذيت للسبيرونس على خاطر خممت لون تيرم، والحمد لله معناتها معناتها ذيك بي ريسبي لي زيكيب الكل، معناتها سا بروفي معناتها صحيح الشوا نتاعي. الشوا نتاعك علاش؟ على خاطر ميزا باغ اللي قعدت 11 سنه معناتها في الاسبيرونس سورتو الخمسه السنين الاولانيين باش فكيت بلاستي، لكن بعد ما فكيت بلاستي معناتها لقيت روحي افون في البرفورمانس وكيف كيف معناتها معناتها الوحده نتاعي معناتها التراجيكتوار نتاعي في الكارير.
دونك حتى كي طلعت لانجلتير من الكوتي كاركتير لقيت روحي حاضر. اش معناتها لقيت روحي حاضر؟ معناتها عندي الاكسبيريونس نتاع الافريك، شفت كل شيء في الافريك وفي تونس. جيت انتوري معناتها دي جوار ديكسبيريونس في الاسبيرونس، تعلمت كل سوا منهم بالكلام ولا باغ اكزامبل، معناتها من لي اكزامبل اللي شفتهم قدامي. فما الفولونتي بيان سور باش مش نلعب في الاوروب وسورتو لانجلتير. حسيت ديما نحسيت اللي لانجلتير الواحد نتاعهم الستيل دو جو ديما موتيني جو ايريان فيزيك ومعناتها واتليتيك. مالغري اللي العام اللي قبلها معناتها اون 2003 جاتني ويست هام ألان بارديو، ويست هام العام هذاك تحت سليم شيبو بقى لي بون باش تمشي الدوزيام ديفيزيون وقتها تحت الشامبيونشيب اون 2003. دونك ما مشيتش. نعرف اللي جاي كوب دافريك في تونس قلت بون اون اوبورتونيتي باش نوري روحي في الكوب دافريك. وفيكتيفمون معناتها عملنا بيرفورمانس كبيره ياسر مش كان انا والناس الكل برشا استنفعت من الكوب دافريك من الجينيراسيون نتاعنا. دونك جات بولتون ما نعرفهاش كيما برشا توانسه ما يعرفوش بولتون، لكن طلع في البريمير ليج وبولتون يلعب معاهم جي جي كوتشا في البريت هذيك، جور كياف مازال خرج وبوكو دوتر معناتها سوبر ستار. لقيت وبالوقت في البريد هذيك معناتها ستيفان كونتراز معايا كلوب اتيبيك سيتي الفان كونترا نتاعي في الاسبيرونس. لا جوست حبيت نرجع على بولتون كلوب. وي خليل وي اي لا جوست حبيت نرجع على كلوب اتيبيك. ان كلوب اتيبيك وي افي معناها با مال دو ستار، اما يا في زيد كولون فيرتيبرال نتاع دي جوور انجليز كيفين ديفيس لو كابيتين على ليبوك اسكالاينين عمل كارير كبيره في البريمير ليغ. سيتي ان كلوب كي اون بلوس سيتي ان كلوب وقت اللي انت مشيت له معروف خاطر ديرانج لي غرو. معناها نتفكر ماتش ويك بولتون كونتر البيك فور على ليبوك سيتي توجور دي ماتش في شكون في ارسنال بونتو ايبيري نتاع راضي نتفكر على ار تي وقتها نكبشوا في ليكيبات كلنا احنا وقتها. بون انت نسيت معناتها ام بيس تريز انتريسونت ومتريس في بولتون هو سام الدايس اللي هو كي ا كونستروي معناتها اون فري قالوها اكزاكتومون معناتها لي ميرسي بيك سام اكزاكتومون. العباد ما فهمتش كومون ي ريكروت معناتها يجيب دي زونسيان معناتها كو سوا معناتها دي جوار انترناسيونال ولا دي جوار كبار معروفين كيما جي دي كوش معناتها من باريس سان جيرمان في بولتون. فرناندو يارو من ريال مدريد الحاج ديوف جبناهم بخير من ليفربول. جاب شكون لا ايفان كامبو. دونك يجيب دي غران جوار دي غران ناكاتا يا رادي ناكاتا في العام الثاني لعبته معاه في الكوب دي موند 2002 كاليلو فاتيغا. معناتها الريكروتمون نتاعو معناتها سيتي اوبجيكتيف اما فما برشا لعب وسي معناتها تحت الطاوله مع لي زاجون مع واحد باش ينجم يجيب لي جوار. بون كي مشيت نلقى روحي اونتوري معناتها ملتي ناسيونال بلايرز فهمت سي فري معناتها عندنا 15 ناسيوناليتي نتفكر في الكيب هذيك ما لقيتش روحي غريب معناتها ندور نحكي بالفرنسي ندور نحكي بالانجليز وعندنا سبانيون من غاديك فهمت كيفاش والقرن واحنا بلوز اكيليبري. دونك لو جو نتاعنا زاد سيتي ان جو ديفيرون على بوكو دوتر ايكيب معناتها اونيتي سام الدايز اللي اتيليزي معناتها لي بوان فور نتاع ليكيب نتاعنا اونيتي ايكيب معناتها فيزيك واتليتيك. دونك لو جو ديريكت على كيفن ديفيس معناتها وهو كي حضرها ليانكوبولوس هذاك الجريك حضرها الحاج ديوف يحضرها فهمت الجي جي كوتش جاي من تالي ولا كيفن نولن فهمت جاري سبيد. دونك عملنا عام طياره ياسر وطلعنا للورو في العام هذاك معناتها 2004 لانترتوتو وقت لعبتو ربحنا كونتر لي زيكيب الكل لعبنا كونتر ليفربول عملنا ماتش نول نفكر اول ماتش نتاعي في كونتر ارسنال في الاولد هايبري هذاك
الصغير تاعو ما عادش. عملنا 2-2 معناتها ريزولتا هيستوريك بالنسبه لبولتون. 2-2 في اولد هابي بتيريوري وبيركامب و ماركيتو مع تشيلسي نتاع مورينو ضد تشيلسي اوسي ماركا كونتر ارسنال في ايبري لي ولا مش هذيك 2-2 اي اوسي اوسي ماركيت كونتر تشيلسي 2-2 في تشيلسي زاد كيف كيف جاري سبيد جبدو الاولاد زاد ريزولتا معناتها ريزولتا معناتها كبير ياسر بون معناتها عملت 6 موا توب في مع بولتون عملت 6 mois top j'étais sélectionné parmi معناتها la meilleure équipe de la saison معناتها la première ligue في la première ligue heureusement وقتها Rio Ferdinand مغلوب donc avec Alex j'étais sélectionné زيد mais بعد هي j'ai eu une blessure في l'esquive مش متعود بالريتم تاع الانجلتير مش متعود بالبرد تاع بولتون دونك هذاك اللي خلاني بتتر معناتها تضربت اما الترانزيسيون سيتي اون ترانزيسيون سموث خليل علاش قلت لك كي تروحي حاضر راهو من 11 سنه اللي عاديتهم في الاسبيرونس وفي ليكيب ناسيونال معناتها الاكسبيرونس كو جي معناتها اكوميلي من الاسبيرونس كل جمعتين نمشيو لافريك وكل جمعه نلعبوا في تونس وفما معناتها لي تشالنج نتاع لازمك تربح كل يوم في الاسبيرونس سيتي با فاسيل تمشي ليكيب ناسيونال ديما تاكل خالد ليكيب ناسيونال ديما عندنا لونفي باش نربحوا لتونس معناتها مشينا حتى في دي زونفي معناتها في دي سيتواسيون و دي تورنوا اون ايتي با فافوري اون ايتي با معناتها طياره مي عملنا لي النجم نرجع نسألو خالد شوية على الإكسبرينس نتاعه وبعد نرجعو لك على ساوثامبتون خاطر ساوثامبتون زاد بارونتيز كبيرة في الكارير نتاعه. خالد انت كيف خرجت عملت عام في تركيا في دينيزلي سبور كي خرجت لها ما نعرفوهاش من بعد لعبوا فيها تو لعب فيها شامبينيوس خوا ويلعب فيها تو بن محمد عملت عام في تركيا ومن بعد عامك هو ما مشيتش أكثر وبعد خرجت مع الأولاد الكل مع سكوليو مشيت للجينوا وقتها أنا عملت دوز إكسبيريونس في الأوروب واحدة في تركيا واحدة في إيطاليا علاش ما قعدتش بون أنت حكيت شوية على جينوا خالد حكيت على حكاية الفلوس وكل شيء مي علاش ما قعدتش في تركيا علاش عملت سيزون كهو في إيطاليا يافي با دوتر اوبورتونيتي تعمل حاجة أخرى أكبر غلطة بالنسبة لي أنا اللي كوني من تركيا مشيت لإيطاليا نورمال أني قعدت في تركيا خاطر في تركيا عملت سيزون كبيرة برشا معناتها بشيت الناس الكل معناتها لعبنا كونتر ليكيبات الكبار الكل اللي موجودة غادي بريسك ربحناها منها قالت أساراي فنربخشا بيجيكتاش ترابزون سبور معناتها الكل نعدي في عندنا فيهم بون معناتها ماتشات كبار برشا حبيت نكمل وما حبيتش ما نعرفش علاش ما حبيتش كي جيت لتونس في الصيف قابلت مع سكوليو في اوتيل ميرامار ولعب لي بمخي الله يرحمه هو الله يرحمه قال لي جي معايا وجي معانا وواحد ومش نجي باش نهز معناتها السانك جوار اللي مشينا احنا هذوك كل منهم تيغانا عماد المهدبي بوزيان حسين شكري الوار والعبد لله ومنهم طارق التايب زاد كيف مشى معنا غادي وما ما عرفتش علاش كيفاش ما نجحش طارق التايب والله اعلم والله اعلم والله اي معناتها عملت اكسبيرينس كبيره برشا معناتها في تركيا وكنت معناتها بون معناتها كنت نمشي لجالاتا سراي روحت انا بعد نزلي كنت تمشي لجالاتا سراي كنت ماشي لها انا بون معناتها عديت تراح كنت راهم هما بالذات كنت فينر بخشا وبيجيكتاش وقالت لساراي وترابزون عديت تراح كبيره برشا معناتها مش نفدلك معناتها بصراحه معناتها عديت عام تنجم تقول عام كبير برشا هاي عملت عام كبير هاي عملت عام كبير معاهم غادي بون معناتها جيت لتونس مشيت لجنوبا سامحني خالد خالد فاضل يقول لكم صحة شريبتكم ميزاميتي سبورتيف أتوس سلموني على بدرة ورادي
قولوا انا كنت معك اليوم ربحتك اليوم في الماتش بيقي تسلم علي مو ربحت اليوم سلم علي الماتش وفيليسيتاسيون على سمعت انا شويه من الانترفيو نتاعو الجمعه اللي فاتت فرانشمون معناتها سكي اي ان تران دو سو فاسي معناتها او كور دو لاسوسياسيون ou les programmations, Inch'Allah, Inch'Allah, l'aime ou les joueurs, ou Inch'Allah, l'aime ou Marita, on serait qui m'a dit unis, n'est-ce pas? On a besoin, la Tunisie a besoin de ça. Pour être rabbi, radi, pour être rabbi, nous, en tout cas. Merci, Khaled. Bon, Nadja, Khaled. Du coup, Koltan, je suis en Italie. Je suis en Italie. Bon, Hassel Gibbsi, Marita. وعماد المهذبي وبوزيان وشكري واحد بون ما تعديت تراح كبار برشا سي بي عملت سيموا عملت ست شهور انورم بصراحه منهم وقت جاتني في وقت وراوف بوزيان انديسكوتابل وقت لا ما عديت تراح كبيره برشا بون ما ضد نابولي وقت اللي كانت في الديفيزيون 2 ضد كاليري ضد برشا ما عديت تراح كبار برشا من وقت جيت فيها فاز هذيك جاتني فيها الاسي ميلان معناتها يسلو بعدين نيغوسيو معايا معناتها باش نكمل معناتها قالوا لي كمل العام هذا في نفس الريتم في نفس كذا كذا راك العام الجاي نجم نجبدوك يتبعوا فيك يعني ياك وقعدت غادي لا ثم لا فلوس لا ثم حتى شيء لا تنجم باش تعيش لا تنجم باش تشري تعمل حاجه ولا ثم حتى شيء بون معناتها خيرت معناتها باش نخرج من جنوبا وزدت ما تصارت مشاكل ما بين سكولي والبريزيدان الجديد ما تصارت مشاكل وسكولي وقت خرج وانا وقت روحت لتونس رجعت لسبيرانس بون ما تكملت في لسبيرانس ما عندكش وقت اوبورتونيتي تقعد في الاوروب قبل ما ترجع لسبيرانس انا والله خممت انا خممت تخممين خممت خاطر قلت في تركيا ومن بعد كي نمشي لايطاليا تبدا الفيترينا في ايطاليا قريبه الفيترينا اللي قدامك الناس تشوفك واحد بون معناتها نجحت فيها الفازه هذيك مي معناتها الامور الماديه هي اللي خلاني اي ما تقعدش خلتني مثلا نخرج من جنوب وما ما قعدتش معهم ما كملتش معهم رجعت سبيرانس وقتها بون معناتها كملت رجعت الترجي زدت معهم بطولة تونس وقعدت كملت مع هذا الواحد اللي عملت دو بري للاهلي وقتها في السعوديه ومشيت 2003 مشيت عملت كوب دراب معهم هزتها الاهلي وصلنا للفيناليت معناتها ما هزيناهمش ضد الهلال وضد الاتحاد ورجعت لتونس عملنا 2004 هزينا كوب دافريك ومن بعد اخر 2004 وقتها كملت العام هذاك مشيت فيه لقطر عام 2005 و 2006 رجعت للسعودية وقتها زدت توجت معهم معناتها بجوج بطولات في الأهلي السعودي عملت معناتها نقول لك معناتها من أحسن حاجة الحاجة الحلوة برشا اللي هي زدت اللي عشت في السعودية اللي لقيت ناس أخرى والدنيا أخرى وجو آخر وعالم آخر بصراحة الناس تجهل يقول لك السعودية دكتور دكتور بدرة دكتور خالد بدرة دكتور خالد بدرة السعودية ديما تقعد القلب النابض بالنسبة لي لقيت رجال كبار بصراحة ناس تعرف قيمة يحبوك خالد الحمد لله معناتها الواحد انا راني نقول لك حاجه راني ديما نكون سفير بلادي قبل كل شيء على خاطر كي تمشي للبلاد مش تمشي تلعب فيها راني شنو سبب النجاح نتاعو على خاطر هذاك سفير تونس مشى لبولتون مشى كان سفير بلاده بتربيته بنظافته بلعبه بالديسبلين نتاعو ما عندوش خروج على النص فهمت وهذا البروفوني معناتها كي تمشي انت للبلاص لازم تخلي ديما مربتك نظيف باش يقولوا الملاعب هذاك منين يقولوا والله من تونس معناتها يولي يخموا حتى في ملاعبيه اخرين يقول لك والله متربين كذا كذا هذا هو سويت مساج هذا مساج للجوارات نتاع تاو الكل شخوا اللي يلزم يفهموه اللي هما ما يلعبوش جوست الاسم هما يلعبوا سي البلاد اللي هي تونس واللي ينجح تنجح معه تونس واللي يخلي ايماج خايبه يخلي تونس وتوكا اللي فهمناه خالد اللي بعد نزل سبور تيت فما بتي روغري كان قعدت في تركيا بتيت عملت نوتر كارير برا فهمت اه وي على غالب ابخي سكي بيان اللي لعب الانسان ديما راجع روحه الحمد لله
نحمد ربي على كل شيء، ديما نحمد الله على كل شيء، الحمد لله ذاك اللي اعطانا ربي وذاك اللي مكتب فيه المولى سبحانه، ونحن نسيروا به ما نجمش نخرجوا على النطاق نتاعنا. ما الحمد لله، ان شاء الله الواحد الانسان يكون موفق في مسيرته. الحمد لله مثل مش بشهادتي انا، بشهاده الجميع، ديما نقول انا ما زلت نتعلم كوره، والحمد لله معناتها عملنا كارير باهي، ان شاء الله يكون الناس كل راضين عليه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوفق. خالد، خالد في بالك سكول حاب يهزني معاك. شكون في بالك سكول حاب يهزني معاك؟ والله في بالي هذه كان مشينا غادي ديور تعطينا الميلان وغادي وقعدنا غادي ورانا نو عادي وراو الكارير قعدت تاني. قال لك غادي نو انا ما قاليش سكوليو، معناتها انا ما قبلتوش سكوليو بعد خرج من تونس. اما وقت سليم شيبوب قال لي حبي هزك انت وخالد، قال لي قلت له هز واحد منهم كهو، فهمت علاش وقتها؟ خاطر نلعب بزوز في الاسبيرونس، وقال ما حبش يفرغ ليكيب. دونك وانا وقت ديجا معناتها عندي لونفي باش نخرج، مي ما جاتش لابورتونيتي مالوزمون، ما خرجتش. فما ديرني شابيتر قبل ما تعادوا ليكيب ناسيونال هو ساوثامبتون جوستومون. رادي ساوثامبتون بتاتر كو ولو عندي انا ما عرفش شو بارتاج مون افي، خرجت كبير، وصلت كبير شويه في الانجلتير. تات كان خرجت 2 3 سنين قبل ولا حتى 4 سنين تتخرج، لعبت حتى في توب 5 توب 7 في الانجلتير. مي ساوثامبتون ساغاست اون اكسبيريونس كبيره، خاطر فريمون عملت ان كلوتور حلوه برشا. راهي بيان سور، هو شوف معناتها انت جبت لي على بوان كبير ياسر. خرجت لانجلتير عمري برسك 28 عام، معناتها في الصيف هذاك عملت 28 انا، مالغري معناتها برشا حاجات جو مسوي ادابتي، وديريكت دخلت في السوجي وعملت اللي عملت، فهمت. مشيت لبرمنغهام، ترانزيسيون برمنغهام، غاديك قابلت مهدي نفتي وعدينا معناتها عملنا بروموشن، رجعنا برمنغهام للبريمير ليج، وعملنا زاد عملت 3 سنين ميزانين ياسر، على خاطر طلعتهم دو فوا للبريمير ليج. مي ساوثامبتون سيتي كما قلت نحن التشليله ان شاء الله الباء في الاخر. عندي ولدي عبد المجيد تولد في البريود هذيك، زينب كبرت معناتها براتيكمون داخله 10 سنين، وسيتي معناتها كيما نقولوا نحن بريباراسيون شنو لازمنا نعملوا للصغار انا ومرتي. دونك انا ديسيدي نقعدوا في لانجلتير، و ساوثامبتون سيتي معناتها لابورتونيتي باش نعمل اني لون لابخي فوتبول، فهمت. وذا سامون تري امبورطون لي جوور اللي توا صغار راهو من توا من اللي عمرك 25 26 27 سنه خمم في بعض الكره، راهو سي با فاسيل. سمعت خالد فاذر لما اللي فات يحكي وعطى دي ستاتس على تونس، اما رزد حتى لي ستاتس نتاع الاوروب مش بعاد، راهو تري امبورطون. فما ان اسبي سيكولوجيك بعض الكره، راهو الجوار يولي فولنرابل، يولي معناتها يولي فراجيل، على خاطر اكل الادرينالين وكل السوبر ستار وكل البوفوار اللي تحس بيه نتاع الكره ومعروف يمشي هذاك الكل. الكل يمشي يقعد انت ايش عندك في مخك وكيفمون تي بو كونترولي سا واش هي البلانيفيكاسيون تاعك به قوس. نرجع لساوثامبتون، كلمني الان بارديو مره اخرى وانا في برمنغهام نخمم معناتها شنو باش نعمل. قال لي تحبش تجي، جي بزوان دان جوار ديكسبيريونس، جوار لعب معناتها في نيفو باهي، وعندنا اون جون ايكيب. ويحكي على جون ايكيب معناتها تحكي على ادم لانانا توا، وتحكي على اليكس تشامبرلين، وتحكي على مورغان شنايدلن، معناتها دي جون جوار مي جوار دو كاليتي معناتها بروميتور. دونك قلت له ايه نجي، ما فما حتى مشكل، نجي نشوف نعمل نطلع على ليكيب. قلت له ساوثامبتون راهو عندي معاها سوفينير باهي، قلت له سي لا بروميير ايكيب لعبت كونترها وقت كي هبطت لانجلتير، معناتها اول ماتش عندي اوفيسيلمون في لانجلتير كون ساوثامبتون. قلت له شنو صار لساوثامبتون اكزاكتومون، وراني ما سمعتش عليها من سافي لونتون. قال لي بون ادمينستريشن، مشاكل معناتها نتاع ادمينستراسيون، نقصوا لهم بوانات. كي مشيت ساوثامبتون موان 10 عندهم في الواحد،
وتعبين شوية. مي عندهم بريزيدون جديد شدهم، ان بريزيدون معناتها سويس تري سامباتيك، راجل مزيان ياسر معناتها يحب الكرة، يحب ساوثامبتون. دونك الى حط الفلوس باش ترجع ليكيب الواحد نتاعها. دونك انا كيما عادتي مشيت معناتها عملت الرول نتاعي اكثر شويه الحقيقه. طيب. معناتها جيتي جوور وليدر سور تيران، مي زاد عطيت برشا بوكو كونسيل لي جون جوور، عملت الليان ما بين ستاف ولي جوور والتشانجينغ روم معناتها الفيستيير، وعملت حاجات معناتها اللي خلاو ساوثامبتون اللي خمموا فيا باش نقعد في الاكاديميه. نرجع وي كلوتور على البوان دي تاع دو ليكيب ناسيونال، خاطر نرجعوا لو بوان تاع لا بري كارير. فهمت اوكي لو فات اللي وليت انت تعديت للدومين نتاع الكارير نتاع انترونور واش قاعد تعمل تو. دونك فوالا معناتها ساوثامبتون بالنسبه لي سيتي ان اوبجيكتيف كيما لي اوبجيكتيف اللي نعمل فيهم تو، ان بروجي خاطر واش ترانزيسيون voilà la transition avec le jeton بعد mais l'aul Southampton شبه ماشي في البريمير ليغ اجا نعمل لو بروجي باش نرجع Southampton للبريمير ليغ. دونك on a programmé 5 سنين باش نرجع Southampton للبريمير ليغ، رجعناها في 3 في 3 سنين. دونك انا جيتي بارتي معناتها من لي جوور ديكسبيريونس كيما كالفن ديفيس كيما شسمو هو لامبرت لاتاكون دين هامند معناتها جوارات معناتها ديكسبيريونس جاو من ديفيزيون معناتها صغار اما عندهم ليكسبيريونس. عاونا ليكيب في 3 سنين رجعناهم معناتها عملنا باك تو باك بروموشن، رجعناهم معناتها للبريمير ليغ في 3 سنين. دونك فوالا اوبجيكتيف ولا اوكي voilà attends on a parlé comme بعد على transition على la suite. OK bon en tout cas يعطيكم الصحه vraiment عملنا انا بالي un peu le carrière نتاعكم تاع الجوار تاع الجوارات سامحني في الكلوب je précise تاوش نحكيو شويه على ليكيب ناسيونال خاطر عندكم استوار كبيره في ليكيب ناسيونال واستوار كبيره بدات من 95 96 وبرشا عبيد وبرشا ناس peut-être l'image اللي عندهم سي 2004 تعرفوش وقتاش بديتوا اول ماتش نتاعكم الاثنين في ليكيب ناسيونال جا وقتاش بديتوا تلعبوا بعضكم 95 جيو اوفيسيلمون جيو يذول لي بعد جيو بدينا نلعبوا اكثر مع خالد انا هاي مي اول كومبيتيشن عملت جو اولمبيك مع بعض شيتو لا كانت en 96 عام 96 voilà 96 انا جيت معناتها شوف معناتها خلاص الحديث ليكيب ناسيونال سيتي توجور ان سوبور اسانسييل في الكارير تاعي انا معناتها خرجت من جابس سي غراس ا ليكيب ناسيونال خرجت من اسبيرونس مشيت لانجلتير ليكيب ناسيونال راو شو ما نحبش لعبات تخلط تاو كي تسمعني نحكي عليك بنفسنا راو جابس في بلاصتها والاسبيرونس في بلاصتهم ما يتمسوش هذوما دو معناتها جروند ليني كبار في كارير نتاعي راو معناتها جابس حبيت يفوت كلير حبيت نقول لك معناتها علاش اللي كيما سنا لا جوي ان رول كبير ياسر وقت كنت مانيش تيتولير في الاسبيرونس نمشي نكاور تيتولير في ليكيب ناسيونال فهمتني معناتها كنت مانيش تيتولير في الاسبيرونس نمشي نلعب جيو نمشي نلعب ماتش كاليفيكاسيون كوب دي موند سينيور مع كاسبر زيك نمشي نلعب ماتش كاليفيكاسيون كوب دافريك فهمت كيفاش هكاك نضرب ضربات اما جيتي با تيتولير في الاسبيرونس وقتها كيما قال خالد في البريد هذيك توفيق الهيشري كاور وتوفيق الهيشري سي ان دي غران جوار ديفونسور معناتها فاقتهم البلاد سيتي تري ديفيسيل بور موا معناتها باش ناخذ البلاصه très difficile. انت بديت راضي بون خالد انت بديت قبل بديت في ليكيب ناسيونال بعد عام 96 عملت الكان 96 عملت الفينال وقتها سي ديجا اوسي سي ان غراند بيرفورمانس يا رحم وقتها بلها سيتي فريمون كلكو شوز دو تري فور وقتها لتونس
سورتو بعد عام 94 وعملت الكان 96 عملت الكوب دي موند 98 وقتها تلعب مع سامي ترابلسي مع فريد شوشين شويه تاتخ بون مش عارف بقديل وقتها معاكم شويه ولا زاد انا عندك اكسبيريونس اقدم شويه من رادي في الكيب ناسيونال بخاطر بيت قبله ومن بعد اول كان لعبتوه مع بعضكم ستون 2000 عام 2000 كان 2000 كان تفتوا عليها تفكر هاي تتفكروا شوية في سكوليو سكوليو في نيجيريا كان 2000 هذيك في غانا يعطيك الصحة نيجيريا وغانا غانا ونيجيريا هاي وقتها كيفاش بديتوا الاكسبيريونس نتاعكم في ليكيب ناسيونال ديجا الاكسبيريونس سهلت لكم برشا الحكاية ذي ومن بعد الكان 2000 بديت الكوبل نتاعكم انا خالد بدر هذا جاي بدا يخرج فهمت هو بدينا ديجا من 98 على باز 98 انا شديت بلاستي في الاسبيرونس نحكي في الاسبيرونس معناتها 98 بدا البير نتاعنا البير راه ديجا عادي خالد بدر بدا معناتها سي بون معناتها شدينا بلايصنا فهمت خالد لعبنا الفينال مع الاسبيرونس في السوبر كوب دافريك ولعبنا معناتها الشامبيونات هذيك 98 عندنا بوكو دو ماتش لعبناهم مع بعضنا في الشامبيونات وون ايتي معناتها توجور كونفوكي في ليكيب ناسيونال دونك ليكيب ناسيونال مع كراوزن وبعدها جا سكوليو سكوليو هزنا الكوب دافريك 2000 الكوب دافريك هذيك سيتيت اون كوب دافريك اكسبسيونيل من ناحيه التوغذرنس والكوميتمنت معناتها الجروب وقتها مش نورمال اون تي تري سوليد نعرفش كان تفكر شي خالد راهو عندنا بيريود مزيانه ياسر خلي حكينا شويه خالد على الكان 2000 خالد تثبت عليه الكان 2000 مازال ما قربتش تعطيك حاجتين خالد و تعرف اول بوت ومركان رادي جعادي في الكيب ناسيونال شكون عطاه الباس هذيك عطاه فوزي الرويسي ضد نيال لا لا رادي اول بوت ومركان مع الكيب ناسيونال شكون اللي عطاه الباس لا لا هو عطاه باس فوزي الرويسي هذاك مش هو ماركا بونتو مع الكيب ناسيونال شكون عطاه الباس ماتش الكونغو في الكان 2000 اي شكون عمل سانتر ورادي ذا ماركة بالرأس؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله والله نسيت انت يا خالد انت يا ربي هاي انت اول بونت وماركة رادي عادي مع الفلكان 2000 مع الكونغو ربحنا واحد شيء رادي ماركة البونتو كورنير بكورة راجعة تمشي انت تهز سانترها سانترها يا ماركة اول بونت وماركة هاي الحمد لله ما عندنا هاي والانكار دو فينال انا العب مع شكون مع مصر شكون يماركي في ماتش هاي ماركي اراضي ما وين ماركيت وانت هاي خاطر فما برشا شكون جاب بيلانتي شكون جاب الجزائر ديال لا طارق ليه طارق سيب على اليمين هاي طارق سيب على اليمين رب ضربوا دخل ال 18 اللي تاكله شكون نتاع مصر ده... والله نسيته هو على لساني ونسيته الساقه ليه عبد الزهر الساقه اي عبد الزهر اي عبد الزهر الساقه هو اللي تاكله احكي لنا عليه عبد الزهر عبد الزهر يا عم الزهر هو عايد عبد الزهر ما هو لعب معايا في تركيا في دينزبي عبد الزهر اي يلعب معاه الساقه اي عبد الزهر واحمد حسن لعب معايا هذيك اول كان خاطر الناس تتذكر برشا كان تاع دوميكات الكان 2000 لعبنا دومي فينال راه مع الكاميرون تثبت عليها خالد تثبت على رادي فينال مع الكاميرون عدينا طرحة كبير بريمي ميتون ودوزيام ميتون تقلبت المشامية وتقلبت الأجواء ثلاثة بشيء أما نحن عدينا طرحة كبير نحن لأن مشكلتنا في فترة ذيك عملنا جروب مزيان برشا كما قال لك رادي احكينا على الجروب هذاك خالد عملنا جروب مزيان برشا وكنا سوليد مع بعضنا وكنا يد واحده والحمد لله معناتها لابروفوني معناتها حتى في الكاليفيكاسيون تاعنا اللي ترشحنا فيها معناتها راهو ماهوش من باب الصدفه راهو كي تعمل جروب مزيان راهو كوب دافريك احنا كي هزيناه راهو ما هزيناهوش هكاك راهو عملنا جروب روجي راهو كي وصل عمل الجروب
في 2000 عملنا جروب باهي، كان سوليد، كانت يد واحده، كانت الناس كل معناتها على كلمه واحده. الحمد لله معناتها حتى كي مشينا للدومي فينال راهو مشيناش بباب الصدفه، راهو مشينا بخدمنا عملنا بريباراسيون كانت مزيانه برشا. وحتى كي بدينا الماتشوات نتاعنا بدينا بتيت ابتي معناتها بشويه بشويه وصلنا للدومي فينال. وصلنا للدومي فينال معناتها ضيعنا بريمير ميتون، ما هذيك هي الكوره كي ضيع تقبل، احنا قبلنا من بعد وخسرنا، وصلنا عملنا كاتريام كلاسمون تاعنا. مي هذاك درس لنا احنا باش خذينا فيه الاكسبيريونس. مشينا بعد مالي خسرنا من التور الاول وروحنا التور الثاني. كي عملنا كي عملنا كي عملنا علاش ما مشاش في 2002 وقتها خالد؟ علاش ما مشاش؟ ما ثماش ما ثماش كاليتي جوار واشترى الملاعبيه مضروبه. اوري ميشيل اونترينور، اوري ميشيل، اوري ميشيل يمشي على 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 هواه الله يرحمه. زاد هو الله يرحمه مات هو، فهمني مات اي. اما نحكي لك معناتها ماهوش ماهيش الجروب اللي تستنبط اللي مش طلع منها حاجه باهيه. فهمت. عندنا جروب اما ماهوش الجروب هذاك نتاع كوب دافريك. الكوب دافريك اللي عملناها معناتها كانت مدروسه وكانت صحيحه برشا، اللي هي الكوب دافريك نتاع 2004. نتاع 2004 باينه من الستاجات نتاعها قبل بسبع شهور. احنا نعملوا في ستاجات في جرون مونتانا، نذكرك راضي هذا يعني الفيلم نتاع توم كروز هذاك اسمه هو خليل رفي. حضر له كيستيون. استنى ارجع نسمع شو نسمع فيك. الفيلم نسمع توم فيك كروز. شنو فيلم توم ميسيون امبوسيبل؟ الفيلم نتاع توم كروز هذاك ميسيون امبوسيبل يا ربي ذكرته. شنو هي حكايه ميسيون امبوسيبل؟ بريباراسيون في سويسرا هذه. نسيت ولا نسيت صباح. البيت انا وراضي في البيت وعندنا تليفزه صغيره. اه يا سيدي عمل لك راضي يقول شنو؟ اه قول له حط لنا فيلم تو نتاع ميسيون امبوسيبل باش نشيخوا عليه، الليله مش نسهروا عليه. اقسم بالله العظيم اقسم بالله في اللونسمون نتاعو مازال كي بدا الفيلم وانا نشخر. راضي تلقاني اللي يقدر ياخذ ورايا. عدينا ستاج هذاك. تفكرت جرو مونتانا اقسم بالله العظيم. عدينا ستاج هذاك. ما كملوش الفيلم. والله لا كملناه حتى لين في ستاج وما كملناش الفيلم كامل راهو وقتها. اسمعني خالد وقتها اخوي انا قلت لي انت ديريكتومون دو كان 2004 ارجع لي كوب دو موند 2002 بيسك احنا حكينا على الكان 2002 لعبتوا مع بعضكم الكوب دو موند 2002 وقتها مشيتوا مع مار سوايح. شنو كيفاش تشوفها توا كي ترجع توا تحكي لي على الكوب دو موند 2002 باهي خايبه وقت لعبت انت وراضي؟ راهو في الاجمال راهو ما تقولش خايبه، راهو في الكوب دو موند الواحد كي يمشي كوب دو موند هذا راهو شرف كبير برشا. بتفهمي اول حاجه شرف تونس اللي هي مشيت الكوب دو موند، وشرف كبير لنا احنا كملاعبيه كي مشينا لعبنا في الكوب دو موند. لعبنا ضد منتخبات كبيره، منتخبات عندها سولتها وجولتها وعندها كاليتي جوار كبار. كنا نلعبوا الند الند، لعبنا ضد الفريق المنظم اللي هو ما يستهانش به، معناتها منتخب كبير وراضي بشهاده راضي زاد هو معايا، معناتها ما عندهم كاليتي جوار، معناتها ملاعبيه برشا نشوفوا فيهم اقزام وهو ينقص في 2 متر ونص 3 متر ما عنده حتى مشكل. فهمني ناس خدامه. البريزيل اليابان كانت قبل تاكل بال 13 وبال 14 من عند البرازيل ومن عند السعوديه، ومن بعد ولاو يخسروا بال 8 ومن بعد ولاو يخسروا بال 5 وهما ديما فرحانين. وقت اللي ولاو يتعادلوا 0 0 بداو يفرحوا اكثر ولاو يربحوا. قال لك توا نحن وصلنا، احنا ما نجموش نخموا هكاك كيفهم هما، على خاطر هما عندهم الماديات يمشيو يعملوا دي ستاج. معناتها كيما اليابان مشيت عملت ستاج بعام كامل، عملت فورماسيون للجوارات نتاعها في البرازيل. معناتها الكاليتي جوار نتاعهم ولات يتيروا تيران تكنيك تكتيك شنو تتصوروا في الكل متغذاو. مشاو للبرازيل عملوا ستاج بعام كامل. سامحني خالد جوست باش نزيد ناكد على البوان هذا. فما حكايه تفكرتها توا، نفكر انا 92 مع علي راشد في ليكيب ناسيونال مازلنا صغار يقول لي 92 معناتها قداش عمر 18 سنه. مشينا عملنا تورنوا في فرنسا، ما نتفكرش التورنوا معروفه فرنساويه ما نتفكرش، اما parmi les équipes اللي لعبنا لهم فما لانجلتير ولعبنا كونت اليابان 92 هذه. اوكي نحن كيب ناسيونال
وليكيب ناسيونال الوقت نتاعنا يظهر لي تولون، يظهر لي تورنوا دو تولون، مانيش سور، فهمني؟ حصيلو، احنا جينيراسيون نتاعنا وقتها قيس الغضبان، المهذبي، بن شروده، طارق بن شروده، معنا وليد العبيدي من الاسبيرونس، سليم حمدوش، جواريت، سليم العرعوري، معناتها جينيراسيون هذيك نتاع فايس العرعوري سامحني 92 لعبنا كونتر اليابان اعطيناها 7 ولا 8، لعبت كونتر انجلترا عطاتها 12. وقت كي كمان التورنوا عاملين اني ريسبسيون عيطونا قالوا لنا يجاو يشربوا حويجه وكلوا حويجه معانا، فهمتوا ولا؟ اون في بتيت ريسبسيون نضحكوا عليهم خاطرين معناتها 8 و12 قالوا احنا راه نحضروا في كيب 2002 ويدور ويجي الوقت ونلعبوا كونترهم 2002 10 سنين ابري ويجي الوقت لا ميم جينيراسيون ابري، فهمت؟ لعبنا كونترهم وناكلوا معناتها ونخسروا كونترهم. هذه حاجه اخرى اللي تاكد اللي راهو لا استراتيجي والاورجانيزاسيون اي سون تري امبورطون معناتها في الموند سورتو في الفوتبول توا. ونرجع للبوان تاع خالد، معناتها صحيح قصيت عليك، اما راهو نحن كو سوسوا الكوب دافريك 2002 ولا الكوب دي موند 2002 راهو ما حضرنا حتى شيء الحقيقه. مشينا تعبين، مشينا سون، معناتها لا سيليكسيون اللي فيها وعليها اون افي بوكو دو بلوسور. نتفكر زياد جزيري تضرب اخر واحد مشى معنا وقت لاسبانيا دوت، حاولنا معاه باش ريكوبيريه وما نجمناش، كتفو وقتها وما لعبش، مشينا تعبين شويه مالغري لي نو. كي تسمع لي نو معناتها فما معناتها اسامي، لكن مالوغوزمون انا با بريباري، ما فماش هكا السوليداريتي وكل اللحمه ما بين اللعبيه اللي شفناها في 2000 وما شفناش السوليداريتي اللي عملناها بعدها هي في 2004 والبريباراسيون تاع 2004 والاورجانيزاسيون تاع 2004 وبيان سور معناتها ال ريزولتا تاع 2004. Donc ça revient toujours à la même chose. Ça devient toujours à la même chose. La stratégie ou la planification, فهمت كيفاش؟ هما اللي يعطيو كل الواحد. نحن نتفكر الكوب دي موند 2002 عمر صوايح شد 3 سيمين ولا 2 سيمين معناتها. اي قبل شكون معنا شونتونور؟ بالحسن نحكي كان ريجيمه. ما نتفكرش كون اوتنور اللي معاش كراوزن حاجه كيما كي. اي بوتيتر. الماني نحاول كراوزن وقناه كويس تابيدي هو اللي ترشح كويس تابيدي وعمر شويه ونجم نفكر هو اللي ترشح كويس دونك مالوغوزمون حتى ولو مشينا الكوب دي موند سيتي با معناتها سيتي با كيلكو شوز دو واحد كيف 2006 معناتها جينيراسيون الكوب دافريك 2006 والكوب دي موند 2006 صاروا برشا حاجات اللي عطلوا شويه الباركور نتاعنا نرجعوا ل 2004 راضي وخالد خاطر يظهر هذا لو بوان زيد لو بلوس امبورتون يمكن البريباراسيون اللي صارت قبل 2004 هي زيد اللي جابت الفيكتوار فينال. يمكن نبداو بخالد، شنو هو اللي كان سبيسيال معناها في البريباراسيون؟ كان ادوميسيل في تونس لونغومون بوبولير يظهر لي وقتها كانت حاجه ما صارتش. احكيونا شويه على كيفاش حضرتوا ان كان ادوميسيل بالبريسيون اللي معاها، وكيفاش قلتها انت زيد قبليك خالد اللي روجي لو مير جي وخلق جروب سوليد معناه. ما معناتها انا كما قلت من الاول قلت لك اللي كان بديت نتاعنا احنا نتاع 2004 بديت قبل بثمانية شهور اللي هي صارت معناتها البريباراسيون الاولانيه في غرو مونتانا، عملنا بريباراسيون تاع 25 جور هذه هكا. والله سامحني خالد ما نتفكرش، ذكرني زيد ذكرني غرو مونتانا في سويسرا في جبل هذا دونك اي في جبل الفوق مشينا بلوزيغ فوا هذه صارت قبل 8 جور عملنا وقتها باش نبداو البريباراسيون مع جمعياتنا تسمع فيا راضي؟ اي نسمع فيك خالد، يعني نسمع فيك.
Oui, donc تحكي على البريباراسيون. قلت لك البريباراسيون تاعنا بدات معناتها من في جرون مونتانا قبل ب 8 شهور. بدات اللحمه تتكون من غادي، يظهر لي احنا خذينا معناتها خذينا الامور بجديه، على خاطر الكان اللي صارت في تونس في 94 معناتها كانت نقطه سوداء معناتها للبلاد الكل وللملاعبيه اللي لعبوا فيها هذيك. بون معناتها احنا جات دوزيام فاز معناتها اللي باش نلعبوه في تونس، كوب دافريك اخر، جو اخر، قام اخرى، ناس اخرى، ملاعبيه اخرين. بون معناتها احنا خذينا بزمام الامور، حطينا في قلوبنا الملاعبيه الكل في الكان هذيك، كانت التحضيرات نتاعنا معناتها في جرون مونتانا، ومن بعد رجعنا لتونس كملنا مع جمعياتنا، ومن بعد وقت اللي جات الفاز نتاع الكوب دافريك خذونا اون شارج معناتها باش نمشيو، مشينا البورغيزيانا في ايطاليا، عملنا كان جور زاد في ايطاليا، كانت وقتها فيها الموت في ايطاليا وراضي، والفترة هذيك انا وراضي الخمسة نتاع الصباح وحاتم ترابلسي نقوموا الخمسة نتاع الصباح نعملوا في سيونس قبل الواحد، علاش قال نعملوا في سيونس وحدنا، ومن بعد ندخلوا معهم الثمانية نتاع الصباح نعملوا في البي ام ار. هذه كانت تذكروا نتاع سيمينوت هذيك اللي نلعبوا فيها خويا، نجريوا فيها نتاع 100 متر، نعملوا 10 سكوند حلين و 10 سكوند ريكوبيراسيون بوندون سيمينوت، معناتها كي تضربهم انت في الستة في العشرة قداش يجي وراضي من 1-18. سامحني انت خالد، وقتها في برديديك في السعودية انت؟ لا ما زلت على اسبيرانس، ما زلت مشيت في السعودية، مشيت انا 2006 في السعودية. علاش وقتها بس سامحني جيت 2003 باه. جوست معلومة للناس اللي تسمع فينا، بون دي جاتني دو سورس اوفيسيال، معناتها روجي لو مير وقتك البريد هذيك معناتها كان يزيتي باش نحيني انا وياك من ليكيب ناسيونال. انا وقتها عندي ديبي نتاع البيبالجي، وقتها عندي الديكتور نتاعي مقلقيني الحقيقه نلعب في وانا زايد في البوا، اما وانت يظهر لي وقتها زايد في البوا، ما نعرفش يظهر لي خرجت من الاسبيرونس وقتها. لا ما خرجتش من الاسبيرونس، انا وقتها في الاسبيرونس عملت انا وقتها عامل زايد في البوا، ونقوم الصباح بكري الخمسة نتاع الصباح نعمل في ساعة وربع انا وراضي انا وراضي نقوم وحدنا الصباح ما كانش يهزكم الكان واحد. انا ما في باليش اللي هو باش يهزني ولا ما يهزنيش، انا نخدم، انا نخمم في الكوب دافريك، مانيش نخمم في روجي ينحيني ما ينحينيش، لوسونسيال انا نكون حاضر والبوا نتاعي يكون جاهز وما عندي حتى دخل في الباقي. بون الحمد لله معناتها خدمنا خدمه كبيره، كنا معناتها من بعد ما نروحوا من لونتريمون نتاع الصباح نمشيو نعملوا التيديج نتاعنا خفيف ونلبسوا دوزيام توني نتاعنا ونخرجوا نمشيو لونتريمون مع سي ابو بكر الحناشي، ربي يفضله ربي يخليه، زاد هو اللي هو خدم بقلبه ربه وقتلنا نهارتها، نعملوا في 3 فوا 6 نتاع 10 سكوند حالا نخطو واش عندنا فيها توا هذي، ودوزيام فاز اللي هو نخدموا مع العشره نتاع الصباح نعملوا ميسكيلاسيون، ولا بريميدي اللي هو مع الخمسه نتاع العشيه نعملوا لونتريمون نتاعنا بالكوره. هذه بوندون دو سيمين قاعدين نخدموا فيها هكاك. وقت اللي جيت نطلع على طلعت على الباسكوله نلقى البوا نتاعي طايح على البوا فورم نتاعي اللي مسنس بيه، انا نوزن 84 لقيت روحي نوزن 82. انا تعملت حاجه كبيره برشا اكسبسيونيل. نو هو شوف اكزاكتومون هو راهو على باز معناتها مشينا للبرغيزيانا، سيتي لا كلي، البرغيزيانا هي الكلي معناتها نتاع الريوسيت نتاع الكوب دافريك، على خاطر غاديكا ونا ترافاي سور معناتها لو كوتي فيزيك. كلكو جوور كيما قلت لك انا وخالد نقوم الصباح بكري باش نمشيو نعملوا مثلا سيونس قبل لا بروميير سيونس لي نتاع الصباح ونترناو في العشيه زاد. دونك و سيتي زاد اوسي تري امبورطون لل 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 كرييت ذا كالتشر، معناتها كرييه لا كولتور وال اللحمه من فوالا تيم بيلدينغ فوالا اكزاكتومون. دونك سيتي تري امبورطون. اما فما حاجه نسيتها انت خالد، راهو
مقبل البريبا مقبل معناتها ما تمشيش يا ربي اقعد معنا مقبل الدوريات الاخرانيه نتاع 5 تاع الصباح يا ربي نسهروهم العبيد مقبل البريود الاخرانيه نتاع البريباراسيون شوف انت قداش من ماتش اميكال عملنا ليكيب نتاع تونس كونتر دي زيكيب معناتها كبار لعبنا كونتر فرنسا لعبنا كونتر السويد جو بونس لعبنا كونتر الدنمارك نو عملنا كونتر البرتغال في البرتغال نتفكر فهمت دونك عملنا ماتشوات كبار وصربيا مونتينيغرو هكا بعد الكوب دي موند 2002 بدات من غاديكا البريباراسيون بعد الكوب دي موند 2002 حتى 2004 2003 جا روجي لومير شدنا معناتها في لابس دو تون يوسف الزواوي مي لا جينيراسيون هذيك البريود هذيك كلها اون ايتي ديسپونيبل روجي لومير وجا مع نبيل معلول زاد ما ننساوش نبيل معلول سيتي اون بياس ميتريس il a fait le lien بين روجي لومير والملاعبيه روجي جا ما يعرفش لا كولتور فيزيان ما يعرفش لي انديفيدو ما يعرفش كومون معناتها ما يعرفش لي تراديسيون تاع الناس ديك كيف دونك عاون برشا نبيل معلول في البريود هذيك زاده اوكي رادي باش نكملوا جوست اوني عملنا 1h40 دو لايف تاع دونك واحد وربعين واي دوليد اللي معانا في اللايف الكليكا نحاولوا نكملوا encore 10 minutes نحكيوا على الكان ولابري كان ومن بعد بريباريفو بور اون سبيت سيسيون دو كيسيون ريبونس نحاولوا ناخذوا لي كيسيون تاع الاولاد اللي سون لا دوبي كلكو تو معانا دونك دون 10 minutes حضروا لي كيسيون تاعكم ان شاء الله خالد ورادي يجاوب عليهم الكل اوكي خليل وازي اون شين كان حكينا على البريباراسيون تاع الكان وذولي لو كونتوني دي ماتش لا كاليتي دي ادفيرسير بون دو ستاج واحد في سويسرا واحد في ايطاليا ça montre زيد كو نيفو كان كوميم عالي برشا ان تيرم دو بريباراسيون بعد تدخل في الكان وتدخل في لي بروميي ماتش ومن بعد ثم سيغمون برشا جيستيون تاع ليموسيون زيد وتعادوا برشا ماتشات صعاب معناها في الكان ثم ماتش السنغال انا بيرسونيلمون في ستاد ابار ويليي ما شفت حد شيء ثم دومي فينال نتاع نيجيريا واحد يدو على قلبه فينال المغرب ماتش صعيب برشا وديليفرانس نتاع شعب كامل كيفاش معناها ديجا دو لانتيريور كيفاش البريسيون هذه ديجا تجيريوها بون توما وقتها ديجا avec une carrière d'une dizaine d'années معناها 10 سنين في الاسبيرونس وكل مي كوم ميم هوني نحكيوا على كومبيتيسيون كبيره كيفاش عشتوا نتوما جواريت الماتشويت هذوما يمكن لي 3 ديرني ماتش اللي سيتي دون انتنسيتي كبيره برشا نعاش خالد كنت حاب نحكي قالوا نيجيريا ولو خالد المغرب لعب تصور اللي قعدت له شويه نرجعوا لهذيك يمكن البوان نوار يمكن تاع الكومبيتيسيون اللي ما كنتش حاب فيكم شكون يحب يحكي على سورتو لي 3 ديرني ماتش على كل بريسيون كيش عشتوها لانتيريور خالد حبيت نقول لي بينا خالد كالعاده صغيره ما هي وقهوه فيلتر انا مش نقول لك حاجه انا البريسيون البريسيون هي راهي دخلت ملي بدات الكوب دافريك وترشحت الكوب دافريك في تونس اللي مش تنظم في تونس البريسيون دخلت على كل اللاعبين التونس الكل مش كان احنا بركه مي الاختيارات معناتها هي اختيارات فنيه للمدرب اللي هو في الاول والاخير هو اللي مش يختار ليكيب اللي مش تكون موجوده احنا معنا في الدوميتات اللي 23 لاعب اللي يكونوا موجودين بدات معناتها احنا بدينا نشموا في في الكوب دافريك يغزل لك هكا الربح خاطر يجيب احنا الماتش الاول هو اللي ربحناه هو اللي حللنا برشا بيبان الماتش الثاني ضد الكونغو فرهدنا برشا ولينا نلعبوا بريحيه كبيره وراحه كبيره للولاد الكل الماتش الثالث هذاك معناتها بازين معناتها مشكله فيه تعادل باش ترشحنا في الاولانيين اللي جانا الماتش الكاسح وبدي ندخل في الاكسوحية نتاع الماتش هو ماتش السنغال ماتش السنغال معناتها تشوف الكاليتي الجوار اللي موجودة ما شاء الله تبارك الله معناتها هاي بيبان ما واقفة قدامك من باب ديوف ديوف من يعني فيهم توا اسمه خليلو فاتيغا ملعبية كبار خليلو فاتيغا خاطر ملعبية كبار خليلو عملوا كوب دوموند عملوا كوب دوموند كبير برشا ربحوا فيه فرنسا 2002 جايين معناتها
فافوري فافوري اللعبيه وقتها الكل فعلا، مليحه هما كانوا محترفين. فافوري، نعم كانوا فافوري وقتها نتاع الكومبيتيسيون. هما فافوري على ورق، هما فافوري هي على ورق، جماعات كل المنتخبات الكل على ورق اقوى منا، اما راهو عامل الميدان يختلف، راهو عامل الميدان وعامل الروح والرجير نتاع الملعبيه والرجوليه والقرحه والبونيه والمشتة، هذه الكل موجوده. ما يعرفوهاش هما على خاطر هما مستنسين مع التكنيك وكوره والشيخه ولعب واحد تجي جي وكوشاغ زر لراضي جعيدي قال له جاني البوعزيزي قال له انت اللي دور نتاعي نحبك برش، قال له قول له ما عادش تحبني، قال له ضربه فين ويركع فيا في ساقي كسر لي ساقي قالوا هذا يحبني. معناتها نوريك احنا كنا معناتها راهو بلاد برشا في التيران قويين، رانا كي ندخلوا رانا كي ندخلوا الماتش باش نلعبوا سي معناتها في الحديث من اللي شافوه نتاعنا في في الفيستير الداخل. هو الماتش يصعب عندك انت خالد وقتها، هو السنغال نيجيريا هو اللي فريمون اللي والله الكل ماتشات الكل مصعب بالنسبه لي انا، من الماتش الصعيب اللي هو ماتش نيجيريا على خاطر قاعد نضرب وانا وراضي الجعايدي على باب ديوف تبارك باب ديوف تورو 6 متر ولا ذلي ولا 10 متر هو توفى الله يرحمه يا خالد الله يرحمه الله يرحمه راضي الجعايدي ضرب ضرب اخويا ليك صح مسكين كل دي طول راضي ياخذه في الكوره باش يكون في بالك ها هاي باب ديوف الله يرحمه ما خذيه مع راضي حتى كوره راهو وانا كيف كيف وانا وليت نخرج ساعه على ساعه نحب نبدل نرتح على راضي خاطر يقول لي خويا يجي راني راهو الحيط الله يرحمه تكنا ساعه على ساعه نزرف من تحته نزرف من تحته نقدم له كوره وساعه ساعه كي نخلط روتار نهبط عليه باك بالمنكب في في الرقبه نتاعو قال لي كاش فيه وانا مين قلت له يا اخوي الريال بارك الله هك قلت له يا اخوي يا ما تجي بيها كما يقول لك استعمل ما بصراحه بصراحه انا نشوف اللي هو ماتش السنغال ماتش قوي برشا عدينا فيه انورم لعبنا فيه راضي 100 لعبنا فيه 100 لا لعبتوا ماتش واحد شيء وقتها نيجيريا ساعه ونص ساعه ونص وزدنا وزد 10 دقائق على بوسيم اي وقتها على بوسيم شدنا علي بوسيم وعطاني ورقه صفراء ما فهمتهاش منين جابها الورقه الصفراء ومدها لي هذيك حرام. وماتش نيجيريا تلعب في جام اخرى الجام الاخرى اللي هي جام تكنيك جام معناتها نتاع الباس هكا والباس هكا وشي يعمل لك كنترول ما تفهموش جيجي وكذا جاكم في الاتاك شوفوا سازي كانوا معناتها ملعبيه بصراحه ملعبيه بصراحه تقلقنا معهم كانوا تقلقنا معهم برشا مي هاي هو اللي جاب بلانتي هاي هو اللي جابه شكون عمل عليه الفول هو جاب بلانتي هو عمل راضي ما مسوش وهي كي تشوف الواحد الكل حتى حقي راهو ما مسوش مي ثم خبث نتاع الكوره ونتاع نتاع الملعبي هي كي يشوف الاربيتراج جاي من تالي يجري جاي يشوف فيها يشوف اللي هو طايح خاطر ما شاف كان معرض له حقي كي تاكله حقي بنت اللي هي بينانتي مي اون فانت كونت جات بينانتي بينانتي مي الحمد لله اللي هي كانت الروح راهو الروح هي اللي كانت في الماتش هذاك الروح هي اللي جابت تروح راهو يكذب عليك اللي يقول لك شوف لعبنا لعبنا صحيح كورنا ما كورناش مي الروح نتاع الملعبيه كل واحد عاطي من عنده كي تشوف انت بوعزيزي تقول شلوف واستيرا تقول كانك يسالك كانك عندك كمبيالات وشيكات راضي في اللاكس العبد لله حقي حقي فانتوز جزيري نفتي كيف كيف عاد الشيء كله معناتها الملعبيه الكل نعم هاي زيد جزيري وقتها ماتش السنغال وزيد في وزيد في الاتاك وسونتوس تبارك الله معناتها تحس اللعبيه معناتها كانت عندنا روحها مهدي عندنا روحها كبيره كانت عندنا روحها كبيره احنا ما نتكلموش راهو مع بعضنا في الواحد نتكلموا كان في الفيستير شويه وفي في الرينيون تكنيك في الحمامات من بعد يخرج روجي ويخرج النبيل وواحد نتكلموا نحن ملاعبيه شنو هي طلباتنا وشنو هي كذا كذا لا عندنا لا زيد لا نقص راهو اليوم عندنا ماتش ديسيزيف يلزمنا نربحوا نحبوا نوصلوا نحبوا نمشيوا لبعيد ولا ما نمشيوش الناس كلها تحب تمشي لبعيد ثم واحد ما يحبش يمشي لبعيد الناس كلها تحب تمشي لبعيد ياك هو فوا بلا عندي كيستيون ماتش نيجيريا مش نحكي لك اسكو بينالتي قبل ما تشوط ببينالتي نتاع نيجيريا خفت ولا ما خفتش؟
خفت ولا ما خفت؟ لك حاجه يعرفني راضي، لما الخوف كان من ربي، وهي البينالتي معروفه معناتها شكون يشوت وشكون الكابيتان وشكون الكوفرون يشوت وشكون الكورنير، ومعناتها معروفين معناتها مقيدين من اول واحد. اما مش نحكي لك انا على الماتش، احنا خاسين انا زيرو ودخلت في الميتو. والله انا كي نحكي فيها راني نحكي ثم الناس معناتها ماشي في بالها معناتها بدر اغسل معناتها كيفاش يحكي واحد، ثم ناس تاخذها بالبحث، ثم ناس تاخذها بالايجابي، على خاطر انا اللي نحكي فيها نحكي فيها باللي عشته الفتره هذيك. اي انت سبونتاني صدقني، اقسم بالله اقسم بالله وانت نعاودها لك مره اخرى، وقت اللي دخلت للبيسير انا عشتها وانا نعمل فيها، وقت اللي دخلت للبيسير لازم ما نعرف نعرف نحيو المراول نحيو الشوارت ناخذو كان في السليبات نتاعنا الكلاس تمنحي البروتيجيات كل شيء منحي. دخلت هزيت سيجارو وخذيت قهوه، ديما جبنا القهوه هزيت قهوه ودخلت على روحي لداخل الواحد دخلت للبستير لداخل في ملادواش. انا حاطت في مخي السيناريو نتاع الماتش، وحط في مخي الشعب التونسي والجمهور اللي قاعد معنا، معناتها حاجه كبرت عليا، كبر عليا مش الماتش كبر عليا، كبرت عليا معناتها هز حمل البلاد، معناتها مش نضيع حاجه خالد فاضل، مش نضيع حاجه في دينا ونحن منظمينها واحنا منظمينها، معناتها صعيب برشا. دخلت انا نعمل في سيجار، صدقني اقسم بالله العظيم انا نتكيف. جاني بعد نبيل ولا شنو قال لي يا خالد راك في البيستير قاعد تعمل في سيجارو، وانا نكلم فيك وانت فين فانا فانا وقف فين 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 عصر عايش وعايش في عصر الجاهليه. فانا عالم قلت له انا في العالم في عالم اخر. وقت اللي كامل رينيو تكنيك راضي جيت معكم للرينيو بجاه ربي راضي هو راضي شاهد والله عملوا رينيو تكنيك زي كيفاش باش تلعبوا والخطه التكتيكيه كيفاش تتبدل، والله العظيم لا حضرتها ولا شفتها ولا قعدت معاهم ولا حكيت معاهم. كملوا قالوا عيطوا لي قالوا بدر راهم خارجين الاولاد هاي نخرجوا، خرجت مشيت لبس الصباط لبس البروتيز ولا كلاس ولبس الشورت المريول غزل لي روجي قال لي سافا قلت له سافا خرجت على روحي. هذه هي دخلت نلعب انا وموري ومريقله انا وراضي، راضي عارف اللي عليه وانا عارف اللي علي. مشينا في البيلانتي، عاوش يجيك البيلانتي، البيلانتي وقت اللي جاي مش انا نعرف روحي باش نشوط. جات البيلانتي انا مشيت للبنك مش نشرب في شريبه ماء، والله والله يا راضي واقسم بربي العالي لا نزيد عليك كلمه، والله جيت نشرب في الماء والله الماء لها يهبطها اقسم بالله العظيم. والله يا راضي اقسم بالله اقسم بالله لها يهبطها، القرجومه تسكرت ما فهمت حتى شيء وليت نسمي بسم الله. رجعت يا ربي يا ربي شنو عاود عملت لك ما عادش يعمل هاي نعم بول عمله برا بدر رايح وروح. مشيت لقيت الصور نتاعي ذكرتني ذكرتني الماتش اللي توالى راضي راضي وي لتوال في لتوال وين في المنزل فكرتني ماشي دوال ماشي دوال في سويسرا وقتنا بينتيات يا يعني قدر وقت اللي هما يشوتوا الماركي ونحن نشوتوا الماركي وهما يشوتوا يضيع ونحن نشوتوا نضيع وهما الماركي ونحن الماركي هاي قال لك فاز الراضي قال هاي برا خل نروح الناس كل هاي او تمشي تضيع حياتكم ونروح حتى في دين ورد فاتينا نحن هما يشوتوا ونحن نشوتوا ماشي حبسونا يا ربي. الحاجه اللي فرحان بها اللي كوني معناتها تونس اول مره في تاريخها توج بكاس افريقيا والحمد لله معناتها الاجيال اللي سبقتنا قبل معناتها عملت صحيح ووصلت وما شربتش مي الحمد لله معناتها ديما تونس ولاد عندها رجالها والحمد لله احنا خذينا المشعل على الاجيال اللي سبقتنا واليوم احنا توجنا مش من باب الصدفه توجنا تتويج هذايا معناتها لكل التونسيين والتوانسه الكل هي توجت واي تونسي يتفاخر اللي كونه هو توج بكاس افريقيا خاطر توا كي تسال كي يقول لك هزيت كوب افريقيا هزيت كوب افريقيا صحيح ومش صحيح. ومش اي كوب افريقيا يمكن بين قوسين كوب افريقيا هذيك فيها نيجيريا نتاع كوشا الكاميرون نتاع ايتو المالي نتاع كانوتي المغرب وقتها ايكيب شتارهم يلعبوا اون اوروب
يظل الكوب دافريك 2004 و 2006 في يقعدوا كمام دو ريفيرانس وتونس هزت واحدة منهم كي نشوفوا زيدة تاولو ديزيكيليبغ اللي ثم سي ما هزيناش اي كوب دافريك زيدة يظلي هزينا من اقوى الكوب دافريك اللي تلعبوا في ديزيكيليبغ اللي كافية سطورة دي انت خاطر خالد ما لعبش الفينال انت لعبت الفينال رادي دونك انت عشت هالفينال وعشت السيناريو نتاع الفينال واي مازالوا عندي لي فيديو نتاع ليكيب ناسيونال ونتاع ستاجات ستاج هذاك سورتو من اول نهار حتى لاخر نهار عندي معناتها كيما قلت لك بيبليوتيك كل مره نحل الكاسيت ونتفرج معناتها البدن يقشعر والمخ يقف وعينيك تزغل كيما نقولوا معناتها راهو عندي دي فيديو معناتها بعد الماتش كيفاش معناتها التوانسة عباد ترمي في روحها معناتها قدام البوس باش توقفنا باش تفرح بلي شامبيون دافريك راهو سي ان اونور كبير ياسر بالنسبه لي انا بيرسونيل وجواريتي معايا اما راهو اللي عملناه واللي عملته جينيراسيون هذيك يقعد في التاريخ لا بروفوني لعبت الكل مازال تحكي عليها هذا مش باش يصغر راهو من لي جينيراسيون اللي قبلنا واللي من بعدنا راه مش باش يصغر ومش باش ينقص حد شيء مي يقعد كما قال خالد معناتها راهو اللي عملناه في البريد هذيك سي اكسبسيونيل فهمت العباد الكل فرحانه وفرحانه بال بال بالاتشيفمنت هذاك باش نرجع جوست بوان معناتها انت سالت خالد على البينالتي هو يحكي فيها بتفدليك ويفسر لك معناتها كيفاش معناتها لي نير كومون معناتها دو سا فاصون معناتها خالد بالفاصون نتاعو الى بو كونترولي معناتها لي نير نتاعو ا بارتير من الفيستير بون سيجار وقهوه سي سا فاصون مي سا ريست راهو كلكو شوز تري 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 معناتها ايزولي كيفاش يقولوا نو معناتها نحكي بتشوت بيلانتي ديسيزيف في المومو هذاك باش ترجعك في الماتش وباش تهزك للفينال ولا تهز للديمي فينال معناتها سي حاجه كبيره ياسر راه فهمت مش اللي يجي يحط بيلانتي ويمشي شوت ويماركي في ستاد معبي الناس كل تعيط ما تحكي على 50,000 وكونتر نيجيريا وخاسر واحد شيء وخاسر انا زيرو معناتها لا قدر الله كان ضيعها خالد ممكن يرحلوا به يزو يبحث نعم باش المونديال تعرف نحن تونس الفوتبول عندنا معناتها بيرسونيل نحن في تونس مش كيما برا تغسل الماتش يصفقوا لك وهي مش مشكل الماتش اللي بعده يونكور في تونس نحن اون برون سيريو سورتو في المومو هذاك وفي لي سيركونستانس هذيك دونك معناتها برافو على خالد برافو معناتها خاطر تحكم عليه بشوت بيلانتي زاد كيف برافو للولاد الكل اللي حطوا معناتها قلوبهم في البريد هذيك وفي الكوب دافريك تنحكي معناتها وينهم جينيراسيون هذيك وشنو هو معناتها فاش قاعدين يعملوا حبلها لي فاخر لي راديا فوالا اما جوست باش نجاوبك على السؤال نتاعك بارابور الكوب دافريك 2004 سيتي با فاسيل العامنا كنت جمعيه كبار ياسر كيما قال خالد السنغال والنيجيريا زوز ماتشات صعاب اما كل ليكيب والفاصون تاعها السنغال سيتي فيزيك و انديفيديوالمون معناتها عندهم كلكو تالون اما فيزيك سيتي بلوس فيزيك سورتو معناتها التونسيون بعد ما تمرك البونتو تونسيون زاد طلعت الذبابه ما نعرفش من هابطت الاربيتر زاد وقت والعباد مش منطقة دونك كل شيء كان معناتها صعيب ياسر كونتر نيجيريا بعد كلكو جوغ نلعبوا كونتر اون ايكيب تكنيك يدوروا كرة يلعبوا كرة فهمت البيناتي اللي جابوه اكثر دليل على الفاسون دو جو تاعهم فهمت معناتها لقينا روحنا بتتر اول ماتش لقينا روحنا معناتها خاسرين اذا نرجعوا في الماتش دونك سيتي بلو ديفيسيل الفينال بتتر اسهل من لي دو ماتش هذوما اما يقعد ماتش صعيب على خاطر ماركينا بونتو وماروكا رجعت في عدلونا بعد اي ولا رجعت في الماتش بتتر البونتو تاو كي نشوفوا كيما فما الدومينو افكت معناتها غلطه بعد غلطه بعد غلطه مي البونتو نتاع زياد
معناتها سي اكستراوردينير. Vous allez bien. باش نسمي الاسامي، اما راهو الناس الكل تعرف الجوار اللي كانوا موجودين غاديكا، وراهو يلزمك تشوف الامبيونس كون كريي معناتها في الاوتيل، وكل اللحمه ما بين اللعبيه. ونرجع ديما كلمه خالد يقول معناتها عشنا مع عشنا مع بعضنا اكثر من فاميلياتنا، فهمت؟ اكثر من فاميلياتنا، وانا فيكو ان مومون معناتها اكسبسيونيل يقعد معناتها في مخاخنا الى الابد كما نقولوا نحن، فهمت؟ ان شاء الله نوعدك جينيراسيون اخرى، ان شاء الله نوعدك نعملوا لايف ونرجعوا ان شاء الله نرجعوا على لابخي كان، خاطر احنا ذا سوجي ذولي كي فوتيان كور انت وبرشا اولاد نتاع 2004، خاطر ذولي بعد الكان فما مانك دو ريكونيسونس فما اون سورت دانغراتيتود لجينيراسيون 2004، وما اللي قاعدين مش نشوفوا فيها حتى تويكا، وهذا تسحق سوجي وحده ان توكا. نو استنى، يفو اتر كلير، لانغراتيتود والمانك تاع ريكونيسونس راهو في الهيرارشي الفوق. اي الكبار، اي العباد تحبكم برشا. ياسر الخالد توا تهبط للشارع، العباد مازالت تفرح بيك وتشيخ عليك وتجبدلك، ما تجبدلك على الكوب دافريك واحد. نحكي اون نيفو معناتها دي جون معناتها في الهيرارشي الفوق. الحقيقه معناتها فما مش كان على الجينيراسيون بتاعنا نحن، راهو اعطينا للدرابو، اعطينا للبلاد، فما عباد عطات برواحها فهمت للعباد وما خذوا شيء. وما نحكيش على روحي انا بلوز مو الحمد لله يا ربي، اما فما عباد تشوفهم توا الحقيقه معناتها جاليريو وينهم معناتها كومون كيفاش قلت لك انا سمعت الجمعه اللي فاتت خالد مي راهو يد واحده ما تصفقش، ولا اربع يدين وحدهم ما صفقوش، سيستم كله يفو 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 اجير ان شاء الله ان شاء الله. اون توكا عندنا توا ساعتين لايف وعندنا برشا كيستيونات اخرين ان شاء الله تو نرجعوا لهم جو بونس رادي. جو بروبوز ناخذوا كيلكو كيستيون تاع الفولوور اللي هنا دوبي كيلكو تون، وناخذوا دي كيستيون الاولاد خالد ورادي، حاولوا تعملوا دي ريبونس رابيد، فهمت؟ نكملوا 5-10 مينوت دو كيستيون ريبونس وبعد اون بوست اريتي لا. اون توكا دول نجم نقعدوا ليله كامله ما نفرقوش من الحديث، مي بون لحد الرياضي التاسع صور اي قال لك احنا خير من لحد الرياضي وما نحكيو عليه وما عنيش حتى مشكل. ميرسي اون توكا بور تو لوموند، ميرسي دو بور السوفي نتاعكم. اون va commencer par les questions. باهي عندي كيستيون. allez je commence. هادي بون كوم بار هازار هادي بي زي تي سي ان باريزيان. Radi, peux-tu nous raconter un peu ton but à la dernière minute contre l'Arabie Saoudite? Et un mot sur l'Espagne ou le fameux un quart d'heure à la fin. Est-ce qu'il y a des regrets? Rapidement, Radi. Hein. Le Coupe du Monde 2006. Fama regret qui brille sur 2006 à la khater habit ou là où on a fait un résultat en 2006 ou trachahna le deuxième tour. À la khater, chofna le groupe a la chance par rapport à le السعوديه اسبانيا والاوكران. دونك لو ريغري لي لا. بالنسبه للبوت نتاعي انا يقعد لي معناتها البوت بالنسبه لي انا بيرسونيل الحقيقه يقعد اون ريفيرونس، على خاطر كيما نقولوا نحن التوب نتاع الكارير نتاعي. معناتها كما قلت لك انا طلعت من قاع كبير، لقيت روحي في كوب دي موند وماركيت بون كونتر السعوديه، معناتها سي كلكو شوز كيما كي متيان كور. الحقيقه في المومو هذاك كما جيت نلعب في انجلترا ونعرف اش معناتها الباور بلاير، بوتيتر ما نطلعش، فهمت؟ نستنى الانتنور يقول لي اطلع، اما انا خليت الانيسياتيف وحدي، قلت لكريم كل كره تاخذها tu balances devant ou bon voilà. Heureusement معناتها on a travaillé انا وزياد، ربحت الكره الاولى، زياد ربح الكره الثانيه، وسنتر معناتها سنتر بالغوش بالحراره الدم كما نقولوا، بالفولونتي وبالقلايب ماركيت البونت. والحقيقه
وساعة نوز أمي معناتها رجعنا في الفترح مالغري اللي سيتي معناتها وقت ضايع أما رجعنا في الشامبيونا في التورنوا على بلوز موا كونتر إسبانيا الحقيقة شوف 75 مينوت حين نزيرو كونتر لي شامبيون دي مو فهمني معناتها يزمك تفهم 75 مينوت نتفكر دخلت الفيستير طارق فيب لاسيستون وقت متاع روجي قلت له طارق راهو Au bout de 15 minutes, le deuxième temps, je ne sais pas si je suis un troisième défenseur. Les semi معناتها تفجع دونك باش نجمش تشد كونتر اسبانيا بالبوزيسيون بالون ونحن نضيعوا في الكوره ونقبلوا وسرتو هما خاسرين وتمسوا في الامور فهم تاعهم دونك سيتي ان بو ديفيسيل كونتر لوكرين راهو دخلنا باللي ديغا ديجا من غير اتاكون معنا حتى اتاكون ايموشنالمون فكنا انا لي ايموشن تاعنا ونتي فراجيل الحقيقه معناتها من داخل في الباك جراوند فما بوكو دو كيستيون pas de réponse. Donc, حاجه من الحاجات اللي خلتني خرجت بعد الكوب دي موند قلت انا معناتها باش نخرج من الكيم ناسيونال و جو فاي ما ريتريت انترناسيونال. Donc malgré اللي فما جروب باهي و دي انديفيدو و جينيراسيون باهي اما سيتي اون ديسيبسيون بالنسبه لي انا. اوكي. يلا خليل. Alors, question suivante, Khaled, de la part de Sofiane. Ta formation en tant que numéro 10 t'a aidé dans ton placement et ta vision de jeu pour ta carrière. Ah, on a été formé numéro 10, c'est vrai, Khaled. On a dit qu'on a fait un terrain, un régisseur, Aslak. Voilà, Aslak, tu es attaquant, Farkorwell. Ah, quand tu es attaquant, tu es attaquant. قالوا لك اسكو الفورماسيون نتاعك اللي انت كنت اتاكو عاونتك باش عملت كارير باهيه كليبيرو في الانتيسيباسيون في تخرج الكره في برشلونه. وي سي نورمال مادام كنت تلعب اتاكو قبل عندي الخاصيه عندي تكنيك نعرف نلعب نعرف ندريبل. شكون ناقصك في الديفونس خالد؟ والله رجعني وقتها سي عثمان الشهيبي بالمناسبه قدم له تحيه. عثمان الشهيبي كان ملاعب كبير في جيسكا. هاي سوا بون معناتها هو اللي رجعني نلعب في اللاكس قعدت نلعب في اللاكس بون معناتها عندي الخاصيه حتى لاتاكون كيجيني انديفيديير نعرف نيش نفك الكره عندي التاكل معناتها نعرف نيش نفك الكره بالتاكل نتاعي باهي هذاك الشيء معناتها اللي خلاني معناتها وزدت طورت اكثر انا من الامكانيات اللي عندي وبالخدمه بالانضباط نتاعي هذاك الشيء اللي خلاني معناتها باش نكون معناتها ديفونسور نجم نقولوا عصري. قالوا لك واحد اخرى فيت في خالد اسكو عندك دي روغري في الكارير نتاعك حاجات تو لي روغريت ان بو فهمت حاجات ممكن ما تعاودهمش كيف والله انا كنت الحاجه اللي شيخ بها اللي شيخ بها برشا اللي هي المونتي نتاعي كي نعمل مونتي ونتركز ونخدم ونبدا نلعب وما توصلنيش الكره ندخل بعدي ديما عملتها كنت انا كنت لا سي ميلون نخرج باللاكس ندريب عملت مش نورمال ديك المونتي خالد مش نورمال عملت الدريب فين وعطيت الباس لكنزاري وطلبت على روحي في الواحد هما عاملين سيستم تورجو هادي هادي اعطيني ديفونسور اعطيني ديفونسور في الاستوار نتاع الكوره يعمل لي مونتي اللي عملهم خالد بدر الحقيقه معناتها انا توا اونترنور معناتها و بلوز اموا اللي 10 سنين معناتها راني ونشوف ونتبع في الكوره الحقيقه ما فماش كان يعمل شويه ليزيتاليان على ليبوك مي مش يودي المونتي تاع خالد بدره مش على خاطر صاحبي قدامي تو ونحكي المونتي تاع خالد بدره اكسبسيونيل تتقرى انا تو فكرتني في حاجه خالد انت تو معناتها نرجع للفيديو وتشوف كومو يخرج ويتركز معناتها اونتر لي ليني ويخرج من لي ليني ويعمل لك اوكازيون دو بوت معناتها ماركي يعطيك سكون باش ماركي فهمت دونك وهو ديما معروف معناتها سو نومبر اللي باش يجي ديما من تالي ديما يعمل لا ديفيرونس كوا فهمت
معناتها اي سي فري سي فري. راه قالوا لك فما كيسيون قالوا لك في سيركل بروج شكون احسن جوار توا اش تاتون افي كيسيون دو مالو. شوف انا لو بروجي سيركل بروج سا ميكسيت علاش على خاطر بون فما بوكو برشا حاجات يحكيو عليها معناتها في الباك جراوند و فيت راهي لا بوكو كيسيون سا ميكسيت علاش خاطر ça reflète choix la philosophie peut-être de voir des choses mais t'es une équipe jeune moins d'âge de 23 ans joueurette mais t'as un de potentiel qui est très talent lié à venir chez le Monaco facile c'est lié donc on a 7 joueurettes de Monaco ou on a joueurs locaux mais ou le local je sais mille que attends deux non allez deux ou trois عندك ايكي اوغبو اللي هو اتاكون ما كان 15 بونت و سنه وعندك انتوني مصابه اللي هو سان جوور هولندي لعب سنه 15 ماتش ماركا 5 بونتوات عمل 5 اسيست سان ليي aussi سان اتاكون معناتها كي تري رابيد peut-être le plus rapide statistiquement معناتها de championnat belge. On a un défenseur, Pavlovic, qui est un kiff maintenant près de Monaco. Donc, c'est des joueurs prometteurs. 19 ans, il y a l'équipe nationale de la Serbie. Il y a un joueur contre le Portugal dernièrement. Donc, c'est des joueurs haut de gamme ou qualité qui est Inch'Allah, les dernières semaines à Zoma, j'ai un joueur qui est en Nord-Afrique. Inch'Allah. Ok. Une question, on enchaîne, mais là, ma Khaled. Question à la position, à 15, on arrête. Hein. Ça marche. Allez. Donc, une question, Khaled, à le rôle de libéraux, Lilium, on le voit plus trop dans le cours. Voilà, qui m'a dit, Raz, il est monté, elle n'existe plus. Manne. Le rôle, il n'existe plus dans le cours. Donc, la question, c'est pourquoi, allez, je marche, je m'en ai l'abou. Qui m'a dit, il y a l'abou, Khaled, Badr, Akbal, je parle que. Non, tu peux le jeu. Le score est en défense plate. Le score est en défense plate. Hier, j'ai remarqué le. Khaled. Oui, Khaled, je m'en fiche. Bon, je pense que c'est le chauffeur. Normalement, on dit que l'entraîneur est le plus grand. Le plus grand, il a la qualité. L'entraîneur, il chauffe la qualité de la qualité. تطلب منه باش يعمل ديفيرونس القدام مرحبا بيه معناتها يزيد يتطور له فيهم انا با معناتها كي خدمت انا جيت بها عندي الافكار نتاعي اللي كوني انا كنت نلعب بجيسكا نلعب هكاك كي جيت للفيرونس لقيت الكاليتي جوور موجوده ولقيت معناتها الكوفرتور معناتها كي نطلع انا نلقى الكوفرتور نتاعي اللي هي مش تسكر لي بلاصتي خاطر انا كي مش نعمل سير نومبر يلزم البلاصه نتاعي تتسكر ومش نطلع هكاك اذا فما هذه معناتها الانترنور اللي هو يصنع زاد كذلك من الملاعبي هو نسبه نجم نقولوا كما الملاعبي عنده 60 ولا 70 الانترنور ياخذ 30 يزيد يطور له فيهم وعلاش ليه ما نلقاوش ملاعبي معناتها في الوقت فما حاجه اخرى خالد تبدلت في الكوره زاد بون صافي لونتون من اللي كنا نلعبوا اما توا تبدلت شويه الكوره انت تشوف ديجا لا كوب دي موند 2018 معناتها طلعت فيها البلوك ديفونسيف donc c'est un peu difficile باش واحد يدخل في وسط البلوك و اونتر لو بلوك دونك الكره تبدلت شويه ولات بلوس لي اسباس ولا اصغر فهمت كيفاش انديفيديوالمون واحد باش يتعدى سي ان بو ديفيسيل اما بوتيتر كان خالد يلعب توا باش يلقى لابورتونيتي بوتيتر على جناب يطلع لك على جناب في سيستم بوتيتر 3-5-2 ولا 3-4-3 يلقى روحه معناتها في يلقى لي اسباس ورا في الرونفيرسمون دو جو دونك كيف كيف راهو لو جو تبدل ابار اللي ما عندناش لي اكسبير وما عندناش العباد اللي تقري ولا العباد اللي تعطي الليبرتي كيما كانوا قبل اللي رانا وخالد اما 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 تبدلت الكره اوكي تو كان شنو جاوبنا على الكيسيون تاع ربيع خالد ولا رادي فما كيسيون لخالد قالوا لك Comment tu te vois dans le foot? Est-ce que je t'occupe de faire le cours? Est-ce que tu es directeur sportif avec l'Ahli? Est-ce que je t'occupe de faire le poste? Peut-être, tu prends un peu de
de recul ou peut-être avec d'autres ambitions. والله انا ما زلت نخدم بون معناتها تو نركحوا معناتها عند الامور الكورونا هذه تخرج ان شاء الله ربي يعافينا وان شاء الله ربي يشيل علينا الهم هذا ان شاء الله بقدره الله معناتها بارتير معناتها من الصيف نبدا في السعوديه بقدره الله. اوكي وكيستيون الاخرانيه نخدموا بها بور لي دو رايكم رابيد في الفوتبول في الكره تاع تونس توا فهمت les générations éveillées au Colchay rapidement, hâte à l'aucun sous forme de conseil, il y en a un assaïr, Michel. Ou autre question pour les deux. Je connais bien j'ai aussi. Allez, vas-y. Moi, les bétons, je ne suis pas en train de faire Belgique. Rapidement, je parle contre le cours à Fitoun, c'est ça. Voilà, c'est vrai que Béliès, il y a dit, mais je ne sais pas rapidement. La chose la seule que je veux dire, c'est que, Inch'Allah, نشوفوا privatisation des clubs de 1 معناتها changement statut تاع les clubs moderniser un peu le système tout simplement معناتها نشوفوا privatisation des clubs 1 اللي تعطي un élan finance les clubs ou تعطي un élan معناتها تاع ownership كيفاش يقولوا ownership معناتها voilà c'est des kiff-kiff. Il faut savoir que le joueur est le premier acteur du football. Le joueur, il a besoin de connaissances, il a besoin d'éducation, il a besoin de soutien. Le joueur, Tunis, il est le dernier. Donc, il a modernisé le choix du football. في النواحي الكل من لي زونغول الكل باش نهار اخر نشوفوا لو فوتبول في تونس نهار اخر يدوميني نحنا ديجا بالسيستم نتاعنا توا اون دومين ا مومون دوني وقتاش نظهروا كي نطلعوا في نيفو ما نطلع شويه نمشيو للكوب دي موند نمشيو للكوب دافريك نتقلق فهمت على خاطر مالوغوزمون في لي بي سابساريان في الافريك فاتونا علاش فاتونا خاطر محلولين على اوروب هما وعندهم معناتها الواحد نتاعهم عندهم الباركور نتاعهم اما فاتونا في برشا حاجات انا تفرجت دينير موعه في اليوفان يلعب كونتر تونس تشوف معناتها لو جو كونستركتيف ويحاولوا معناتها باش يلعبوا مخي وقف نعملوا لايف خالد دونك فوالا سي سا خالد شقاولك في الكورة في تاو علاش شنو ناقصنا شرب حكوب دافريك كما 2004 رابيدمون والله كيما قرر هذيك ما نجمش نزيد حتى آخر بون هذيك هو الفوتبول نتاعنا تاو نفتقدوا معناتها برشا حوايج في الفوتبول نتاعنا كيما قال لك رافي برشا تغيرات وبحكمي انا تاو تحكي معايا انا شويه راني نحكي على شويه نتبع في الاسبيرونس والباقي الفوتبول في تونس انا مش قاعد نتبع فيه جنة بصراحه بالحق والله اقسم بالله العظيم تحب نقول لك حاجه اخرى والله العظيم مش تحب نقول لك حاجه اخرى بدره وهادي وخليل لو فوتبول سي بور لي فوتبولور لو فوتبول سي بور لي فوتبولور نرجع لك لو سوجي نتاع لي جينيراسيون اللي قبلنا والجنراسيون نتاعنا والجنراسيون نتاعنا فما برشا يفهموا في الكره فما برشا يحبوا يعاونوا في الكره ويعاونوا باش يعاونوا دونك اعطيهم لابورتونيتي سوتينيهم اعطيهم الباز باش ينجموا يعاونوك فما شفنا تاو ليكزومبل شفت بكري واحد يسال فيا على محمد سليم بن عثمان سي ان انسيان جوور معناتها سكي ايت اون تران دو فير في ليكيب ناسيونال معناتها ساهل ياسر مي افيكاس علاش خاطر تعدى بالاكسبيريونس هذوك وما يفهمش معناتها الاكسبيريونس وكنت تعطيه السوتيان وتعطيه الادوكاسيون اديكوات ولا الغوسيكلاج باش ينجم يعرف كيفاش يبلاني يعمل بلانيفيكاسيون نتاعو ويعمل استراتيجي نتاعو راك شفت الريزلتا دونك اعطيو الفوتبول للي فوتبولور اللي عندهم لونفي باش يعاونوا خليل تاع دوك كيسيون ولا نعطيو كلمه الختام يمكن نقولوا ناي دولي اوني ا 2h20 كنا نجمو نعملو حتى 4h20 دونك دولي ان غران ميرسي لخالد ورافي
Les aides à on a découvert Khaled Badr, personnellement, que je ne connais pas l'expression. Donc, dans tous les commentaires, les gens ont dit que Khaled Badr était là pour Khaled Badr, le partage et la présence de Khaled Badr. Encore une fois, merci. C'est un petit projet comme ça. C'est toujours très intéressant d'avoir le retour d'expérience ou la prise de recul. Donc, merci beaucoup à tous les deux. نخليو لكم 20 30 سكوند كل واحد خالد رادي يعطيكم الصحه كل فوا سي تا با دير ان بليزير مي فريمون ان اونور بور نو باش نجيبو دو ليجوند نتاع الكوره في تونس وعدينا سهريه باهيه اسبير اسبير تعجبت الناس الكل خليكم كلمه الختام كل واحد شنو تحبوا تقولوا حاب نشكر خويا هادي وخويا خليل على الاستضافه الحلوه وكذلك زاد راضي عندي برشا ما مريتوش في اللايف مع بعضنا هكا اليوم انا تقبلنا نشكر الساده المشاهدين اللي قاعدين يتبعوا فينا زاد نقول لهم ان شاء الله رمضانكم مبروك وصحه شبابكم وبارك الله فيكم وان شاء الله تكونوا استمتعتم معنا وان شاء الله في محافل اخرى ان شاء الله نكونوا موجودين معكم ونتحفوكم بحوايج هكا ما تنيش يرى الحاجة صحيحة صحيحة رأو برشا برشا ما أنا مش بس ديش بس ديش كنت جابت طبعا يا خالد وش حاب تسدي ها؟ يزي ودك هاو لا والله أحلوه برشا والله أحلوه برشا يعطيكم الصحة عايشك بارك الله فيك وانتم زيدة بارك الله فيكم ونتمنى لكم نجاح من الأحسن إلى أحسن إن شاء الله يا رب يا عايشك يا رب رادي كلمه لك انت خويا ميرسي بوكو انا على الانفيتاسيون انا توجور سان في غون بليزير معناتها نظهر مع خالد رجعتونا ل 20 سنه التالي ولا اكثر ميرسي هادي ميرسي خليل ميرسي معناتها العباد الفولورز اللي تبعوا اللي ils étaient très engagés شفت beaucoup de questions نقول لهم peut-être un trouble au fil des réseaux terre et je me suis déjà oublié les questions terre comme inchallah شوف inchallah le football tunisien انا راه ديما هادي يعرفني peut-être le football tunisien يزيد يطلع اكثر من اللي هو فيه يتحسن كما قلت لك ونشوف معناتها ان مو صلاح ولا محرز تونسيان يلعب في البيج فايف يلعب في البيج فايف معناتها في لي شامبيونات الكبار اللي الاخر اللي ينجم يعاون البلاد كامله ينجم يعاون البلاد كامله ان شاء الله ان شاء الله يا رادي ان شاء الله التشكيله هذا معكم وبون كونتينياسيون خويا ميرسي بوكو عايش كنتو كان ميرسي رادي ميرسي ا تول موند ميرسي بور لو سويفي يعطيكم الصحه الناس الكل ان شاء الله عندنا سهريه باهيه مع بعضنا grand merci à toute l'équipe de Tashkila, خاطر احنا خليل انا وخليل on n'est pas seul, il y a toute une équipe معانا برشا ولاد. On est des gens passionnés, on est des gens bénévoles, ما نخلصوش, on est juste là par passion. نحاولوا شويه الفوتبول التونسيان comme on peut. Ou n'oubliez pas notre slogan, fait par des passionnés pour des passionnés. Ou à très bientôt inchallah. À la خير. Merci. À la خير.